يعني بس خلينا نبدأ المحاضرة بتاعت النهاردة بالسؤال بتاع دكتور حنان. دلوقتي المشكلة في الشباك، احنا كنا خدنا الاساينمنت ده المرة اللي فاتت وقلنا احنا عايزين التفاصيل بتاعته عشان تطلع مشاكل، بس من ضمن المشاكل هي الشباك. الشباك ده هتبتدي ازاي؟ بداية هتبتدي عندك بشكل 2D، طفلت المايك صح؟ خلي حد يبقى سايب المايك بس مفتوح. بص انا هاجي هنا كده، خلي بالك هي المشكله الاولى والاخيره اللي ممكن تتعرضوا لها هي موضوع الويل السناب والويل. ده كان معايا مشكله برضو. هي مش مشكله بس هي عايزه بس ان حد ياخد باله وهو بيشتغل ازاي. يعني مثلا انا تمام. معايا هنا مثلا ادي الشكل اهو، كل اللي انت هتيجي تعمليه ان انا هاجي اخد سيركل السناب 2D كليك يمين، وهاجي اخد من هنا فيرتكس ميد بوينت، ثم هاجي ادوس وان كليك كده واسحب. طيب انا خدت بالي ان انت في عندك حته مضلعه، ما سيبهاش الا لما اروح اعمل لها ادابت عشان بقى بس ايه خلصت منها، واجي امشي نفس الخطوات بتاعت البلان، اجي اقول له هنا اديت اس بي لاين، ثم هاجي هنا كده واقول له هنا اتاتش، ثم هاجي بعد كده ممكن اعمل تريمات او ممكن اجي هنا سيجمنتس عشان دي تحديدا الشباك ده نص الضلع مع الايه او الضلع مع نص الضلع. ما انساش اجي هنا كده واروح جاي اعمل هنا ويلد. طيب من هنا بقى شكل الشباك هتلاقي عندك عامل ازاي؟ ده هو في دبل لاين هنا وفي دبل لاين تاني موصول لتحت، ماشي. يبقى هاجي هنا كده واروح جاي قايل له روح اعمل لي اوت لاين، يعني هاجي هنا اس بي لاين، ثم هاجي هنا اوت لاين واديله سيكنس بتاعه، ثم هعمل ليه سيكنس تاني، ما هو اتنين دبل لاين من جوه. بس الخط ده موصول، هتمسك السيجمنت دي واقول له ديليت، ثم هاجي عايز امد الخطوط دي، هتلاقي في عندك من تحت جوه اس بي لاين جنب ترم، هتلاقي في عندك اكستند، اكستند اللي هي بتوصل خطوط، شايفه؟ ثم تمام. هاجي بعد كده اروح جاي عامل هنا ترمات للخطوط الزياده اللي هي دي، ثم هاجي هنا فيرتكس واكيد اروح جاي عاملها ويل. طالما عملت ترم يبقى من نفسك على طول تاخدي هنا فيرتكس ويل، ادي النقط اهي، واجي هنا من فوق اروح جاي عامل هنا ويل. لو برضك نفس السياق، لو انت جيت لقيتي في النقط الخضراء بتاعت الكيرفات دي انا مش محتاجها، تكليك يمين اقول له خليها لي كورنر بوينت، النقط دي زياده انا مش محتاجها، اعمل لها سيلكت ديليت، يعني انت توفري على نفسك المشاكل. طيب انت في عندك كمان هنا مجموعه مربعات، هعملها ازاي؟ اروح اجيب هنا ريكتانجل من بره واروح جاي عندي هنا ودي كده اهي، هرسم مربع واحد، ثم همسك الاوبجكت، ثم هاجي اعمل اتاتش للاوبجكت الجديد اللي هو ريكتانجل ده، وهروح برضك اروح اعمل له ترمات، يعني هاجي كده واروح جاي اعمل هنا ترم اهو للاشكال اهي. بس اهم حاجه لما تيجي تعمله ترم ما حدش ينسى يعمل ويل. وهاجي هنا كده فيرتكس واروح جاي ماسك البوينتس اهي واجي اقول له هنا ويل. طب في مشكله، هل انا هقعد كل شويه اروح اعمل ترم ويل؟ لا، طب ما انا ممكن اجي امسك البوينتس دي كده اهي، وبرضك النقط الخضراء بتاعتها احولها هنا كورنر بوينت واروح جاي ساحبها لفوق، واجي هنا اس بي لاين اخد مجموعه الاوبجكتس اللي انت رسمتيها تحت دي اللي انت عملت لها ترم، وابتدي ان انا اروح اكررها. شايف؟ تمام يا دكتور. طيب ثم هبتدي اروح جاي هنا اهو كده واعمل لها هنا اكس. بص طالما انت عملت الفيرتكس صح وعملت السناب صح، الولد هيطلع معاك صح. عايز اعمل ازاز اروح جاي واخد منه نسخه اهو، وممكن رايت كليك واقول له هنا كلون في نفس مكانه، يعني سواء كده او كده كلون كوبي، واجي للاس بي لاين اللي هو الحدود الخارجيه بتاعته دي وادلتها، عشان كده يبقى معايا نسخه الازاز جوه، اغير لونها اهي، الثيكنس بتاعتها هقللها، الفيزابيلتي بتاعتها او الشفافيه بتاعتها، يعني هاجي هنا اوبجكت بروبرتيز اهي واخلي الفيزابيلتي عندي مثلا 0.4 مثلا 0.3. وصل؟ تمام يا دكتور. ده الشباك. قول يا فندم سامعك. دكتور عندي مشكله في الكورنيشن اللي بره. اللي هي دي؟ ايه اللي قابلك فيها المشكله؟ يعني جيت ارسمها ما ظبطتش معايا. طيب حاضر. ده بقيت الفنانين جم اهو. ازيك يا رانيا؟ ازيك يا هبه؟ حضرتك يا باشمهندس. اخباركم ايه؟ تمام. واخبار الفيلا ايه؟ لا انا عندي اسئله كتير.
يا ريت يا ريت. انت اشتغلتيها؟ اشتغلتي الفيلا؟ لا مش في الفيلا دي عشان انا متأخرة شوية، عندي في كذا حاجة. طيب حاضر، اعمل لها كورنيشة وقولي الأسئلة اللي أنت عايزها. ما فيش مشاكل، لما كله يخلص حتى عادي. طب وليه طيب المشكلة؟ هاجي هنا كده بالسناب أو هاجي هنا بالقرصو وأبتدي أرسم البلان أو الشكل اللي أنا عايز أرسمه أهو. ده البلان اللي أنت جايباه من الكاد أو اللي أنت حتى رسمها على الماكس لو أنت مش شغال على الكاد. وهاجي هنا كده في موديفاي وأجي هنا على اس بي لاين ثم هاجي أقول له هنا أوت لاين أهو ثم أجي أعملها هنا كده اكسترود. ده أصل المبنى اللي أنت عملت له اكسترود اللي هو ثم المطلوب بقى عشان انت تعملي كورنيش ايه المطلوب منك؟ مطلوب منك حاجتين، مطلوب منك سيكشن وباص. السيكشن ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن شكل 2 دي انت رسمه. هاجي هنا كده واجي هنا كده في موديفاي وهرسم مثلا شيب صغير. احنا خدنا نرسم السيكشن بتاع الكورنيش زي ما انت عايزه. واجي هنا كده في موديفاي واجي اقول له هنا ايديت اس بي لاين. وهاخد النقطه دي كده وابتدي اتحرك بيها. ما انساش ان انا اودي البيفوت طبعا لو لقيتي بردك خط مضلع اوتوماتيك من نفسك كده تخش انت تعمل لها هنا ايه ادابت عشان بردك ما تنسيش. ثم ما انساش انقل السكشن بتاعي البيفوت بتاع السكشن عندي لفوق. يبقى هاجي هنا بالسناب حضرتك هتيجي تاخدي هنا فيرتكس اهي وهاجي اخد البيفوت ده من هنا واشاور بيه على خلاص. طب ايه اللي ناقصك تاني؟ خلاص انا كده عملت سكشن، ناقصك الباس اللي هو على الشكل. طب ما حد كان هيجي يقول لي طب ما خدتش ليه نسخه؟ لا انا اقصد عشان اوريكم استخدام اللي هي 2.5. 2.5 لو انا هرسم هنا 2 دي على اوبجكت 3 دي وهاجي اخد منها فيرتكس فقط اهي كده اهو كده ثم كده انا خلاص انا بقيت جاهز عشان ارسم الكورنيش. هاجي اطلع بالباث بتاعي فوق اهو مكان ما انت عايزه كورنيشه وهاجي هنا كده من موديفاي وهاجي اقول له هنا اس دبليو سويب وهاجي اقول له هنا يوز وهاجي اقول له هنا بيك واروح واخد سكشن الكورنيشه اللي هو ده. هتلاقي الكورنيشه عندك ركبت فين؟ في مكان اه بس هي مش مظبوطه، ده هي نصها غطسان جوه. حد شايف؟ هتلاقي في عندك هنا ايه بقى؟ من جوه هنا هون جوه امر سويب هتلاقي في عندك هنا حاجه اسمها الاين. الاين يعني تعمل محاذاه ما بين حدود الكورنيشه وما بين المبنى بتاعك. الاين تو ليفت، الاين تو رايت، الاين تو سنتر زي ما انت عايز. او عايزه تحركها بايديك مانيوال زي ما انت عايزه. شايفه؟ طيب حتى لو انت عايزه تعملي كيرف هنا مثلا في النص مش لازم اطرح او اغير الكلام ده. انت اصلا من اصل الباث بتاعك اللي هو اللاين اللي هو ده ممكن اجي اقول له مثلا ريفاين، ريفاين اللي هي اضافه نقطه. هاجي هنا بالسناب واجي هنا كليك يمين واجي اخد منهم ميد بوينت اهي واجي ادوس هنا كده وان كليك على الميد بوينت كده هنا اهي على الميد بوينت واجي امسك النقطه دي كده افصل السناب بتاعتي اهي وامسك النقط دي كده رايت كليك. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا فنان؟ ايه اللي اخرك؟ الو ايه اللي اخرك يا فنان؟ هو في حد سامعني؟ اه سامع حضرتك تقريبا المايك بقى في مشكله عندي. هجيب هنا امر سويب اهو هتلاقي ان انت عندك الكيرف طلع اوتوماتيك. عايز مثلا في عندي شباك في النص مش محتاج اعمل برو بوليون خالص. انت ممكن تيجي بردك على اصل الفيرتكس واجي اقول له هنا ريفاين واضيف نقط واجي للسيجمنتس امسك السيجمنت دي كده واقول له دي هو اوتوماتيك هيركب لي السكشن وهيشيل لي مكان. يبقى اصل الموضوع كله انت كنت عايزه سكشن وعايزه باث لا اكثر. وصلت؟ تمام. ازيك يا مريم؟ عمرو انت الصوت عندك شغال؟ ازيك يا فادي؟ ايه اللي خرج دكتور حضرتك سامعني؟ اه سامعك بس تقريبا المايك عندك فيه مشكله. طب كده تمام يعني ولا ايه؟ اه كده تمام سامعك اه كده تمام. ازيك يا فادي؟ معلش انا اسف اتاخرت. معلش ما ولا يهمك. ازيك يا فادي يا فنان؟ الحمد لله. طيب احنا كنا بنحل بس المشاكل، كان في حنان عندها مشكله في موضوع اللي هي السناب والشباك وكان عندي كمان الحلايا جيت عملتها له دلوقتي اللي هي الكورنيشه بتاعت الفيلم اللي هي دي. يلا مين عنده ايه تاني؟ حضرتك السقف بتاع الفيلا اللي هو اولا
بص الارميد ده احنا قلنا لسه مش هناخده دلوقتي، ده ممكن يتعمل مانيوال بس ده هيكلفني سيجمنتس كتير، او ممكن يتعمل بلاجنز. في حاجه اسمها بلاجنز، يعني ايه بلاجنز؟ يعني هقول لك مثلا، يعني مثلا امر سويب، مش احنا كان عندنا امر سويب لو انا كنت راكب سيكشن وامسك المسار وهكذا ورسمت سيكشن اهو. طب جه العميل قال لك السيكشن ده مش عاجبني، طب هل هقعد ارسم سكشن؟ في بلاجن انا جيت نزلته وهقول لك ايه سكته دلوقتي، انا بمسك الباس بتاعي اللي هو ده، خدت بالك؟ انا ما عنديش امر سويب، همسك الباس وانا منزل بلاجن في مجموعه سكشن، بختار البلاجن. انا ما رسمتش كل دول، ده عباره عن بلاجن او برنامج صغير بنزله عندي على الماكس، ويا دوبك بختار شكل السكشن وافرجه، ويا دوبك برضك اغير الماس قدام عيني لو عايز. شايفه؟ تمام اهي كده، وتعالي نشيل اعمله هنا الاين اهو، اعمله ميرور لو عايز اهي. شايفه؟ انا ما لعبتش في حاجه غير ان انا رحت اخترت شكل السكشن وغيرت مقاساته. وحضرتك اقدر انزله من منين؟ هقول انت لما بتيجي تدوري مثلا، انا ممكن ابعت لك البلاجنز لو انت عايزه، لو انت حابه ان انت تعملي سيرش بقى على بلاجنز ثانيه، انا ممكن اجي اقول له انا عايز فري 3 دي ماكس بلاجنز، مش مودلز بقى لو انتوا فاكرين، لا ده انا هاجي اقول له فري 3 دي ماكس اللي هي بلاجنز. تمام خدت بالك؟ طب ايه اللي هيطلع؟ هتطلع في حاجات عندك بفلوس وفي حاجات ببلاش، فانت لمجرد التجربه اخش مثلا على ده، او اخش على الايمجز من هنا اشوف ايه شكل البلاجن. في بلاجن من ضمن البلاجنز اللي انا منزلها، كل دي عباره عن بلاجنز او برامج صغيره، انت بتروحي تنادي على واحد منهم عشان يروح يديكي وظيفه جاهزه، تختار الاوبجكت يعمل لك الشكل اللي موجود. عايز اعمل الشكل ده، عايز اعمل ده، عايز اعمل الكيرفات دي. في بلاجنز البني ادمين، في بلاجنز لحاجات كتير قوي فوق ما تتخيلي، حتى اللاند سكيب، حتى الشجر، حتى الاكسبلوجن لو حبيت تعمليه اشكال جاهزه. دي اسمها فري 3 دي ماكس بلاجنز. خلاص انت بتطلبي طبعا فري، اللي هي لو هي بفلوس هتبقى غاليه. تمام. بص البلاجنز اهي، بس انا مش عارف ابعتها لكم ازاي، انا هبعت لكم واحد وجربوا عليه، يعني هتلاقي عندك ده اللي هو افيد ستوديو، ده اللي هو بيعمل الارميد اللي موجوده فوق، وهتلاقي عندك هنا سويت بروفايل كمان اللي هو ده. طب انا بعمله ازاي؟ هقول انا هبعت ده بس وجربوه، خدت بالكم؟ بس شوف الفيرجن بتاعته، يعني شوف ده ينفع لفيرجن كام، خلاص على حسب بقى الفيرجن اللي موجود عندكم. طب ده انا بنادي عليه ازاي من جوه الماكس؟ انا باجي اللي هو ده سويت بروفايل، انا باجي هنا في قائمه عندي هنا اسمها ايه؟ سكريبتنج. هتلاقي في عندك يا عم، ايوه خليك صحصح معايا كده يا عم، عشان هم ساكتين خالص. حضرتك طيب هتلاقي في عندك هنا كده، انا هروح اعمل ايه؟ ران للسكريبت او ران للبرنامج اللي انا نزلته. هو موجود فين؟ موجود عندك هنا مثلا على الديسكتوب، او موجود مطرح ما انت شايف اللي هو ده. هاجي هنا سويت بروفايل واختار البلجن، اصبر عليه شويه هيقول لك احطه لك فين في المنيوز، واقول له هنا انستول. ايه النتيجه اللي هتحصل عندكم؟ انت هتيجي هنا كده كليك يمين، لو حد فاكر اول محاضره خدناها عند كاستمايز، واجي هنا من تول بارز بعد ما تعملي انستول، وهاجي هنا هدوس على كلمه او هدوس على حرفين اس دبليو، هيجيب لك امر اسمه ايه؟ سويت بروفايل. هتروح حضرتك جاي اعمله دراج كده فوق، هيجي جنب اخوه. ده هو ده اللي انا عملته في اي في البلاج. كل البلاجنز نفسها اغلبيتها هتبقى عامله كده، عباره عن برامج صغيره انت بتروح تعمل لها داونلود، وبعد ما تعمل داونلود انت مش محتاج تروح ترسم اي حاجه من الحاجات دي كلها. انت لو انت شغال ديكور او حتى شغال في شغل واجهات من بره محتاج تعمل رسمه زي كده، ممكن اجيب بلاجن عادي وابتدي ان انا اخش وايه واشغله وهو يرسم. الاغلبيه الحلوه هتلاقيها بفلوس، يعني بص البلاجن ده بكام؟ هتشايف؟ اه 60 دولار. اه انا ممكن اقعد ارسمه، بس خد بالك بقى انت على حسب ايه ميزان وقتك، يعني هل وقتك اغلى ولا اللي انت تشتريه اغلى؟ هي دي الفكره. ايه خد بالك؟ فكل اللعبه كلها هي عباره عن مجموعه بلاجنز، انت مش هتقعد ترسم كل حاجه فروم سكراتش، يعني الاكسسوارز دي انت محتاجها خلاص، يعني انت عايز ترسم بلاجن تغطيه زي دي هتقعد تعملها ولا هتروح تجيب لها بلاجن؟ لا اجيب لها بلاجن طبعا واخش اشوف. طبعا مش كل الويب سايت هتلاقيه شغال، لا يعني لو انت شلت كلمه فري من البدايه هتلاقي الموضوع بقى احسن كتير. يعني خد بالك دكتور. نعم. انا عايزه اسال سؤال، هو انا عادي انا
ارسم الاليفيشنز على الاوتوكاد، يعني ده لو انا اطمنت ان انا متمكنه في ال 3 دي ماكس، عادي ان انا ارسمها في الـ في الاوتوكاد كاليفيشنز وبلانز وكل الحاجات دي، وبعد كده اعملها اكستراكت واستخدمها في ال 3 دي ماكس وابتدي اعملها موديل. طبعا ده انت احنا هناخد من ضمن الحاجات النهارده، يعني هقول لك من ضمن المشاكل النهارده اللي هي قابلتنا اللي هي موضوع بروبوليون. خلاص ايه الحل؟ انت كنت انت بتروحي تعملي مثلا شيب، والشيب ده اروح جاي اعمل له هنا شيب تاني، بعد ما انت عملت له اكسترود زي ما انا عملت له لدينا الشباك، وامسك ده واجي اقول له هنا موديفاي، واجي اقول له هنا مش موديفاي قصدي هنا كومباوند اوبجكتس، واجي اقول له بروبوليون، واجي اقول له مري ستارت بيكنج، واخد ده وهكذا بقيه الشبابيك. مش ده اللي حصل؟ بالظبط. تمام. طب بس هو سؤال يا عم، لو انت جالك مثلا يا مري عندك العميل وقال لك معلش الشباك ده، طبعا انا بكلمك في شباك مربع، لكن في شباك نص دايره او على حسب اشكال الشبابيك، لو جه العميل اختار قال لك انا مش عايزه نص دايره انا عايزه مربع، تعمل ايه؟ هنضطر ان احنا نبتدي من اول وجديد. تمام. استني، ده انت لو عندك كمان بلان والبلان ده انت جايباه من الكاد وعملتي فول لاين وجيتي هنا اديتي له اوفست وجيتي عملت له اكسترود وجيتي حفرت في الشباك وهو رجع في كلامه، انت تعمل ايه؟ عيطي. ليه؟ لان احنا هنعيد كل الكلام ده تاني يا احمد. طب ايه في ليها حل قصدك؟ طبعا ليها حل ونص. لو انت جيتي هنا كده واشتغلت 2 دي، انا ممكن اشتغل 2 دي، ده كان يعني مناسبه الكلام ان انت قلتي لي ممكن اجيب الفيجن في الكاد، وده صحيح تماما، يعني ممكن ارسم الفيجن في الكاد وممكن ارسم هنا يعني الجنب اللي هو اليمين اللي هو بتاع الفيلا ده اللي هو ده ما ياخدش ماكسيمم تايم ليه 30 دقيقه. ليه؟ ايه السبب؟ لو انت جيتي رسمتي انت البلان، جيتي عملتي فايل امبورت امبورت ونزلتي البلان عندك بقى. انتوا معايا؟ حضرتك يا دكتور. طب حد بس يسيب المايك سمارت. ايوه اي واحد يسيبه. طيب فانا رحت حطيت هنا يا عمرو البلان عندي في الارض. خلاص انا البلان ده مش هستخدمه، ده البلان ده الخريطه بتاعتي وانا بتحرك، عشان مثلا عايز ارسم الجنب اللي هو اليمين حاجه ارسمه هنا اهو على الجريد، وعندي البلان موجود في الطول والعرض واماكن الابواب والشباك. طب ايوه انت عايز تعمل ايه؟ هقول لك، انا هاجي ارسم مثلا هنا الجنب او اجيبه من الكاد جاهز، يعني انت ممكن ترسميه على الكاد اسهل. الجنب ده اللي هو عباره عن ايه؟ الجنب ده اللي هو عباره عن الجنب ده كده اهو، وهكبر ده كده وابتدي اشتغل بلانك في الارض عشان يحدد لك مقاسات، وامسك ده واجي هنا كده موديفاي، واجي اقول له هنا اديت اس بي لاين، واجي امري هنا كده اروح اعمل اي له اتاتش، هي نفس الستبس. يعني نفس الستبس، انت ما غيرتيش فيها حاجه، واقفل السناب ان انا مش محتاجها، وهاجي هنا كده ادي اس بي لاين ثم هاجي لاين وتريم او ممكن وتريح دماغك كمان لو عرفت تعمل بوليان هتبقى اسهل كتير قوي يا عم. واجي هنا كده واروح جاي واخد دي كده، شكرا مرضاش. بص انت خدت بالك الحركه اللي هو عملها؟ انا ما عملتش حاجه، ده هو المفروض يطرح، شكرا مرضاش، خلاص طز مش مهم. هتقول انت جاي هنا تريم وشايل الزوايد، بس ما تنساش اهم حاجه تمسك الفيرتكس وتيجي تقول له هنا وده. ايوه ماشي، البلان عندك في الارض وانت رسمت الجنب، فين الشبابيك؟ وما تنساش انت شغلته دي، هقول لك حالا دلوقتي. انا هاجي هنا اهو كده للشباك بتاعي اهو. ايوه ممكن افتح السناب بتاع 2 دي ولا مش تفرق؟ طبعا افتح زي ما انت عايز، لو هو انت عايز بالسناب اشتغل بالسناب، بس انت هنا مش محتاجه، انت كده كده شغال على 0 0 0. خلاص؟ فهاجي هنا كده واجي اخد هنا من السناب واروح جاي هنا واخد هنا فيرتكس وميد بوينت اهو. والقط هنا ده كده ماشي شكرا. واطفي السناب اللي انت مش محتاجها، انا كده بعمل الاماكن اللي انا هركب فيها الشباك اللي صنعته من شويه، وهعمل هنا اديت اس بي لاين ونعمل اتاتش اهي. تمام. وراح جاي هنا بقى نفس القصه، وممكن استنصح عليه وراح جاي ماسك دي كده واقول له بوليان لو سمحت، وممكن هو يرخم عليك ما يرضاش يشتغل في بوليان، يعني انت ماشي معاه على كل الاوجه. خلاص ادي تريم رسم تاني. وخلي بالك الكلام ده ملوش سبب، يعني الكلام ده طبيعي، يعني حاجه ما تضايقش، تتعامل ممكن تتعامل معاها بمنتهى الهدوء، وبرضك ما تنساش يا عمرو النقط دي تخليها كورنر بوينت تفاديا. انا جيت هنا كده عملت اللي هو الشباك اللي هو الصغير ماشي، اللي هو اللي في البرج اللي هو ده. خلاص. طب ثم يكون عندك شباك صغير تاني اللي فوق، انت في عندك شباكين جنب بعضهم، هاخد ادي شباك وادي شباك. يا فندم حضرتك انت شغلته دي؟ انا عارف، هروح بس اغير لونهم عشان الناس تشوف، وهمسك ده كده وهاجي هنا شاف اهو، واروح نازل كده وهعمل صف الشبابيك اللي هو كان كام؟ 1 3 يا عم افادي،
اهم كوبي وراح واخد الباقي وهمسك الثلاثه دولت كده وراح جاي واخد اخوهم واخدهم هنا على جنب واخد الثلاثه دولت في صف كمان فوق يا فندم انت شغال 2 دي ايوه انا عارف حاجه هنا وكده اروح جاي واخد دي كده كمان نسخه اهي في عندك الفراغين اللي موجودين عندك على جنب اهو شيفت وراح جاي كده ماشي واجي هنا بامر سكيل واروح جاي مكبره بدل ما اروح اعملها تاني واجي هنا كده من فيرتكس المهم اي فراغ انت بتعمله باي شكل انت على مزاجك زي ما احنا كده كنت اوتوكاد دكتور اصلا بصراحه كتير كتير بس في بعض الناس ما تعرفش كده او شغاله مش كاد قوي المهم انت رسمت الكلام ده انت رسمت الكلام ده 2 دي طب ثم هتمسك اصل الشيب يا عمرو وهاجي هنا كده يا فادي اروح جاي هنا اعمل اتاتش مالتيبل واروح جاي واخد كل الاشكال دي طب انت عايز ايه يعني هتعمل ايه يعني بعد ما انت عملت الكلام ده مجرد هتروح تعمل هنا اكسترود اعمل ايه الحق دي اتفرغت اهو وهتلاقي نفسك وفرت موضوع البروبوليوم مري انت معايا مري ايوه الله الحقي ده طلع واتفرغت هيجي لك العامل يا مري انت عايز ايه قال لك انا عايز يا مري صف شبابيك من ده فوق حاضر وهو قاعد همسك ده كده اهو سيلكت وراح طالع كده هو ده حضرتك انت عايزه لا 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 ده طلعوا كتير معلش شيلهم لي تاني اهو سيلكت ودري طب معلش انت عندك النقط دي انا عايزها كورنر بوينت اهي امسك النقط دي كده كلها اهي كليك يمين واجي اخليها كورنر حضرتك تعجبك كده لا 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 شكلها مش مظبوط لحد معايا يعني اقصد امكانيه التعديل زي ما انت عايز وكمان كتير وممكن تاخد كمان منها سكاشن وممكن تاخد منها باصص تشتغل يعني مثلا انا معيش الباص اشتغل عليه شباك ولا يكون على بالك امسك ده كده اهو زي ما خدنا في البلان نفسه اهو واجي اقول له ان ده روح اعمل لي ديتاتش يبقى انا خدت اصل الفريم اللي انا هروح اصنع بيه الشباك اهو حد واخد باله؟ وصلت؟ يبقى انت كده يبقى انت كده كده الفيلا بواجهتنا الاثنين ياخدوا منك كام بالطريقه دي؟ اقل من 10 دقائق بس خد بالك ده مش دايما انت بتعمل الفيلا كده لان انت عندك اشكال مختلفه فده من ضمن الطرق اللي انت ممكن تستخدمها في الفيلا العاديه اللي هي المربعات يعني الفيلا دي من فيلا المدينتي زي ما انا قلت لكم ما اعرفش انت شفت الصور بتاعتها اصلا اصل الصور بتاعتها ولا لا او انا وريتها لكم ولا لا في حد من طلبه نزل صورها يعني كان عايز يتخيل منظرها وهو ساكن في مدينتي يعني خدت بالك دكتور هو الاصح ان احنا نشتغل كاد طبعا كاد طبعا طبعا بلا كلام كاد عايز بس استني طب ما انت في ناس بتحب تشتغل ريفت وتدخلها عادي خلاص انا مش شغال كاد في بعض الناس شغاله راينو وتدخلها عندك على الماكس بص الجوكر بتاع اي حاجه هو الماكس خدت بالك في الاظهار هو الماكس بس يقول لك لا انا مش انا بسال على الحاجه اللي بتختصر الوقت اكتر تسهل الموضوع طبعا طبعا بلا كلام وبلا نقاش هو اصلا شغل الكاد 2 دي ثم تدخلها 3 دي ماكس وترفعها وتشيك تمام بلا كلام يعني فاهمه ادق واحسن وانضف واسرع وحاجات كتير قوي حتى الديتيلز يا دكتور يعني انا عادي اعمل الديتيلز في الكاد وبعد كده اظبطها في ال 3 دي ماكس ولا طبعا تمام خد بالك انا كنت عايز بس اوريكم اللي هي منظر الفيلا هي مش هتفرق معانا كتير غير ان هي موجوده في يعني موجوده عندي في الفولدر ده طبعا بس هي ممكن اجيبها لكم بعد شويه خد بالك بس عايز اسيرش يعني فالفكره كلها ان انت هتلعبي 2 دي الموضوع بالنسبه لك اسهل كتير قوي من ان انت تلعبي 3 دي وصلت؟ وصلت يا دكتور شكرا طيب. طب ايه اللعبه بتاعتها؟ احنا ما عملناش حاجه انت كل انت هتيجي تعمليه انا معايا ادي شيء ومعايا هنا مجموعه من الشيبس اهي اي مكان شكلها خلاص سيبي الكبير ده خالص كده اهو وهجيب دوائر بقى مربعات شكل زي ما انت عايز واجي هنا كده من موديفاي وهاجي اقول له هنا ايديت سبي لاين اهي ثم هتروح تعمل هنا اتاتش الباقي اهو او اتاتش مالتيبل اريح دماغي بدل ما اختار واحد واحد لا اكثر انا بعيد تاني عشان انتوا هتعملوها دلوقتي ثم اروح جاي اعمل هنا اكس مش لازم تعمل له واجهه انا عايزكم تجربوا دي بايديكم بس ان الشكل المتفرغ ده جه على نتيجه ان انت عملتي اتاتش مجموعه اوبجكتس ثم عملت اكسترود فقط وصلت؟ تمام وصلت يا دكتور قلبت جبنه رومي يلا جربوها وارجعوا تمام تمام انا عملت شير باينه كده ظهر
ماشي، كان عندي مشكلة في ال دول، أنا مش عارفة إزاي أعمل details دي تطلع كده هقول في ال lines. وكمان العمود هو مرسوم بطريقة غريبة، يعني ولا هو زي آخر مرة خدناه، ولا هو طبعا طبعا أعمل عمود وأخد منه edit مش، فمش معرفتش الاتنين دول. هقول بصي بقى، أنا هشتغل عمدا استفشر. لا لا، أنا هتعامل. بص يعني انا هعمل لي مثلا هنا شير اهو. دلوقتي الفيلا بالتفاصيل بتاعتها الحمراء دي هي كانت مرحليا في مرحله الكي جي، اللي هي مرحله الايه، ان انا ما عنديش الا يا دوبك اديت ماشي، يعني بند كويس تيبر. احنا فتحنا على الرابع وخدنا لوفت وخدنا بقى الكلام ده ولسه هنكمل. طب بالطريقه دي انا هعملها ازاي؟ اولا انت عندك الفيلا دي شكل البرم اللي موجود، انت كان في عندك هنا هوز جاهز تمام الاول، ماله ده؟ لا ده مش شكله خالص. انا هقول هتيجي هنا كده واروح جاي مقلل السيجمنتس لو عايزه اشيل السموزنج بتاعها اهو، وابتدي ان انا اروح اغير في عدد السيركلز بتاعتها، وابتدي ان انا اقول له الدايمتر بتاعتي قد كذا واعدلها. يعني ده المتاح في حدود التمبلت الموجود. لا لا تمام، ده ما يلزمنيش، مش عاجبني. طب حاضر، انا بقى هديك البدايل لحد ما احنا وصلنا. هاجي بعد كده اروح جاي هنا كده يا رانيا، واخد هنا مثلا ادي سيلندر اهو كده، وحضرتك وتروح حضرتك جايه هنا اهو مقلله السايد بتاعته، هنقول مثلا 8 سايد، واشيل السموزنج بتاعه كده. ثم انا محتاج ان انا ازود له هنا هايت سيجمنت. ليه بقى حضرتك؟ عشان اجي هنا اهو كده واجي هنا يا رانيا اقول له ايديت مش راسك. ثم اجي من ايديت مش وابتدي ان انا اروح افصل الشكل بردك في حدود الكي جي، اللي هي الايه؟ الاوامر القليله اللي انا اديتها. بالظبط. اهي كده. طب تمام. انا عايز امشي بيها بس عشان اكون مشيت بنفس الستبس في كل حاجه. فاهمني؟ خدت بالك كده مثلا. طب تمام. تمام. يبقى انا شكلت على مزاجي شكل كتله من غير التمبلت. جينا بعد كده خدنا مرحله كمان اكبر شويه، اللي هي ايه؟ لا انت ممكن تروحي ترسمي سكشن 2 دي، حاجه هنا بقى بالسناب ده، مجرد ما احنا خدنا 2 دي بقى جريد بوينتس وفيرتكس، نرسم السكشن حاجه هنا كده، واجي هنا باللاين اهو وابتدي ارسم على الجريد بوينتس، اشوف السنون بتاعتي طالعه داخله ازاي كده، فيها كيرف ماشي ما فيهاش كيرف ماشي، فيها كيرف وعايز اغيره بردك زي ما تحبي كده مثلا اهو، وارجع كده واروح قافل على النقطه الثانيه. ايه البديل بتاعي في اللحظه دي؟ انا هاجي هنا كده من موديفاي وادوس حرف ال فبيجيب لي امر اسمه ليث اهو، ليث وهو اوتوماتيكلي يكفي لي شكل السكشن. وارد ان انت تغيري؟ طبعا ممكن امسك اللاين واعدل فيها زمنها. دي كانت تقريبا كل المراحل اللي هي الايه اللي احنا وصلنا لها. طيب ده بالنسبه لمين؟ شكل البرمه. جيت انت سالتيني سؤال تاني واحنا عاملين شير عندك، قلت لي العواميد. العواميد ده هو عباره عن شامفر بوكس، ده بردك في حدود ما احنا خدنا ساعتها. بس في ديتيلز كتير كان في صغيره من ولا ده. اي حاجه. حلو، بص ده شكل العمود اهو شايفه، وطلعت لي وديته كمان اللي هي ايه، بس طبعا عشان انا مشغل سناب فالفيلد جت بزياده قوي. هو جاي يعمل كده. ثم حاجه هنا اهو على اصله، وهاجي اقول له كلون، خد لي نسخه ثانيه كوبي. ليه حضرتك؟ عشان تيجي هنا تغيري النسخه الثانيه دي، بدل ما هي 50 مثلا انا راح اخليها هنا 52 52. طب ليه؟ طب تعالي بقى قللي الايه اللي عشان تبقى حواليها يعني. جدع برافو عليك. بصي اروح جاي هنا موف، اروح ساحب دي كده فوق. بصي ميك سنس. اي بصي كده، تعالي حضرتك خلي دي مثلا 55 اهي كده. بصي ما هو انا لازم اشغل الناس زي الجوكر، اي مكان الرسمه حتى لو رسمه على هيئه شكل قرد لازم يفكروا ازاي يطلعوه. الماكس ولا حاجه زي ما كنت دايما بقول، لكن تفكيرك هو اللي بيشكل الدنيا. خدت بالك؟ فهمت حضرتك. انا ما كنتش عاملها كده، مش كده قلت اسال عشان جربت كذا حاجه. لا زي ما انت عايز، واسالي حتى لو كورس خلص ولا يعلى على بالك. ماشي معلش. استني في زتونه بقى. اتفضل. الشكل ده كده انت هتروحي تزودي فيه هنا هايت سيجمنت. ماشي. ماشي عشان نعمله بند من فوق. لا مش بند، لا ده البند ده مجرد سكشن وبند، دي سهله دي ما فيهاش مشكله. الهايت سيجمنت ليه؟ عشان انت تيجي من هنا وتيجي تاخدي هنا اديت مش. طب ثم ما خلاص ما انت قلت لي دي من شويه، ما انا هقول لما تيجي اديت مش ده المنظر اللي هيطلع. شايفه؟ طبعا بالعدد. يعني ايه بالعدد؟ يعني على حسب عدد الفيرتكس انت ماسكاه. يعني انا جيت كده مسكت اثنين صغيرين كده وجيت عملت كده. طب هو كده اريح واوفر. ماشي يبقى انا كده استفدت. طب معلش انا عايز دي كيرف، هتعملي ايه؟ هتيجي تمسكي مجموعه فيرتسيز كده اهي، اديت مش وامسك فيرتكس كده شايفه، وانت ماسكه مش هتعملي حاجه غير ان انت تطلبي امر اسمه اف اف دي. يا سلام، يعني وانا ماسكاهم اطلب اف اف دي، هيروح ما هو متطبق عند مين؟ على النقط دي فقط، عشان انت محتاجه ان النقط دي تطلع كيرف.
كده. انت خدتي بالك احنا بنوسع منين لفين؟ ايوه فاهم حضرتك. يبقى انا طلعت من يا دوبك ايديت مش، او من يا دوبك الكوبي لايديت مش، لان انا امسك بايديت مش واعمل اف اف، العمليه وسعت مننا خالص بقى. رحنا احنا واخدين بقى لوفت واخدين سويب والكلام ده. حلو جدا. طيب يلا خش على اللي بعده وبراحتك. السؤال بقى اللي بعده، الروف المفروض بيبقى فيه هو نعم مستشير. ده قصدك على الشطفه اللي فوق؟ لا مش الشطفه، الشطفه عرفت اعملها. انا عندي بس مشكله ثانيه، هو المفروض ان ده بيبقى ليه اسمه ايه، هفتكر اسمه ثانيه واحده. البوليجن المفروض البوليجن هنا، انا مش عارفه ان هي عندي هنا جايه كانها سموث. ايوه بالظبط. يعني هي المفروض هنا مش سموث، باين ان هي كانها كوارتز ينفع تتغير لونها، انما هي ليه عندي جايه سموث كده. هقول السموث دي لحد ما احنا جينا خدنا. حلو. طب تمام. هو في حاجه زياده؟ طبعا. انت ممكن تيجي تمسكي اي كتله اي مكان وليكن بوكس اهو، شايفاه؟ تمام. اروح انا جاي هنا في امر اختراع كده وهنكمل فيه حاجه حلوه جدا النهارده، امر اسمه ايديت بول. ده اللي احنا خدنا فيه بوش بول تقريبا اعتقد، ونويز مش عارف. خد يا جماعه بوش بول ونويز والكلام ده وويف. طيب تمام. هتروح انت جاي هنا كده واخد ادي ايديت بولي، شكرا. وراح جاي واخد البوينتس او الادجز اللي هي اللي موجوده من فوق اللي هي دي، تمام شكرا. واجي هنا اهو كده من تحت، هتلاقي في عندك هنا تشامفر. حاجه ادوس على حاجه ادوس على السيتنجز بتاعتها اللي هي دي. مالها؟ بروح اشنفرها اهي، اروح جاي مدي لها هنا ايه مقاس. الله. طب معلش انا بقى مش عايزها تشامفر، انا عايزها فيلت. هتروح انت جاي مزوده السيجمنتس بتاعت الاجزاء اللي انت ماسكاها، خدت بالك؟ تمام. يبقى انا حابب كده او حابب كده زي ما انت عايز. تمام جدا. لا ده انت تمام، شكرا على الاسئله. يعني الله حضرتك. هو احنا بعد من بعد الفيلا اللي هي مش دي اللي بعديها، اي حاجه انتيرير هيبقى 2 دي صح؟ خلاص الموضوع خلص. هو عباره عن بلان، والبلان ده معمول له اوفست، والاوفست ده مرفوع، بس ده مرحليا خلي بالك. انا قصدي الانتيرير، يعني كل الشغل الانتيرير اللي حضرتك بعتهم لنا الاسبوع اللي فات كل ده اشتغله 2 دي صح؟ ك2 دي. هو ما كانش فيه الا شوطين بس، الشوط الاخضر والشوط اللي هو فيه كيرف بتاع المره اللي فاتت. تقريبا في شوط ثالث، كان في واحد ثالث، بس الواحد الثالث ده ما كانش شغل 2 دي، يعني ما كانش هترسمه الكنب ده، انت كنت هترسم الاوت لاين والسلالم والحاجات دي كلها بس، والباقي كلها عباره عن مجموعه اكسسوارز. خلاص هحاول اعملهم ان شاء الله. شكرا لحضرتك. واحده واحده، واللي عيد لك اللي انت اللي عايزاه ألف مره، ولا يكون على بالك، حتى لو هعمل معاكي سيشن كده لوحدك ولا في مشكله، وهاتيني على الواتساب وقت ما انت عايزه. انت بتتكلمي على على الشط ده؟ هو لسه مش عايز. لا هو بس مستوعب، هو اللي فيه سلالم. اوكي تمام. ميرسي لحضرتك. طيب مين هيخش على الاسئله الباقيه؟ انتوا جربتوا اللي هو الموضوع ده كده خلاص؟ تمام. انا عندي بس مشكله صغيره. لما باجي بعمل الشكل جيت اللي هو الدايره، مش الدايره اللي هي الحته اللي فرغناها دي، وجيت اعمل الاوضه بيتظلم جوه دايره. بص هي بتظلم جوه لسبب انا هقول لك الزيتونه بتاعتها، بس انا اهم حاجه انا شفت بس شويه حاجات في الشط ده، مش عايز حد يقع فيها وانا مش موجود معاكم في الشط انت بتسلمه. انا بتكلم في الخطوط دي، التضليعه دي هتشايفها، ودي حتى انا شرحت المره اللي فاتت، قلت لكم يا جماعه خلي بالكم التضليعه دي. لو حد فاكر. يا دكتور دي مش عارفه ازود ازاي ستيبس، ومش عارفه اعملها ازاي. لا انت تزودي في الشكل 2 دي، تزودي ستيبس، ولما تيجي تعملي اكسترود هتزودي السيجمنت. ده في القاطع والمقطوع منه في الاثنين. يعني 2 دي بتزود ستيبس. ده انت مضطر. ايه الستيبس دي؟ الستيبس اللي هي كيرف ستيبس اللي هي دي. اللي هي في ادابتيف. بس انت ساعتها بقى هتضطر، بقى مش هتعملها ادابتيف، انت هتضطر تزود دي. اوكي. هزودها 100 لحد 100؟ انت مضطر. تمام. طب ولو بتسود عشان الاضاءه؟ طيب ولا انا عمال افتكر انت كنت سالتني في ايه بس كويس. يعني انا كنت عمال افتكر انت قلت لي هجاوبك عليه. السواد ده بقى بيجي منين؟ بص انت عندك مثلا شوط زي ده كده، او الشوط ده اعتقد ده هيبقى فيه اضاءه وماتيريال اعتقد. طيب هجيب لك شوط ضلمه. ده في لايت برضك. تبقى بس حضرتك الفايل بتاعي؟ طيب انا عايز شوط بس ما يكونش فيه حاجه خالص.
وشوت يكون متقفل، خلي بالك اربع تربع وسقف وارضيه عشان البي ري لايت، ادي شوت كحله انا مش عارف اشتغل فيه ازاي ده، ما انت مقفله وخلي بالك اي شوت من هنا وطالع لازم يكون متقفل اربع تربع وسقف وارضيه عشان لما تيجي تحط لايت يبقى انت عارف ان مصادر الاضاءه هي الشبابيك فقط او الباب فقط، تبقى انت عامل حسابات الاضاءه بقى. طب انا عايز اشوف حركه تيجي على كلمه مين user defined، هتقول له هنا ايه مساء user defined lighting and shadows. هتيجي من هنا الشادوز وهتيجي okay. بردك من user defined تاني lighting and shadows، تقول له انا عايز ايه eliminate with default say ايه lights عشان الشط عندك يترفع منه اللايت وترفع منه الشادوز. تمام، عشان تعرف تشتغل بس شط. واستنى في زيتونه كمان، خلي بالك يا عم احيانا بتلاقي دولت مش شغالين والدنيا كحل، يعني تلاقي فيه هنا الدنيا مظبوطه زي ما قلت لك كده وكحل، اعمل ريفرشمنت لكارت الشاشه عندك خليه هاي كواليتي وارجع شيل. تمام يلا خش على السؤال اللي بعده. هو احنا بدأنا نحط اكسسوارز على الانترنت ولا لسه الستاب دي؟ طبعا طبعا، يعني انزل زي سيشن قبل اللي فات حضرتك قلت عليها. أيوة لما اجي يعني ايوه نزلي، ويا ريت لو انت في مصر تاخدي المكتبه يا ريت يعني. اه لا هحاول ان شاء الله اروح، انا تقريبا اسبوعين جايين كلهم موجود كل يوم تقريبا سبع ايام ان شاء الله هاجي يعني. ولو في حد سال ان انا في الدقي، اه الفتره اللي جايه ان شاء الله هكون في الدقي بالليل، وحتى لو مش موجود اللي عايز يروح يروح وانا هكلمه ومدي لكم المكتبه. تمام يا دكتور. كان في حد قال لي انا اقرب للدق يعني عشان كده انا فكرت. طيب في زيتونه بقى دلوقتي، كنت بمناسبه موضوع ايديت بولي واللي انا كنت بشرحه الرانيا من شويه والفلت والفموس والكلام ده، الايديت بولي دي اختراع بس انا عايز اديها لكم بمشاكل وانت اللي تقول لي ده كده هتعمل لي مشكله. احنا لما نيجي احنا اتفقنا من شويه يا مري ان انت عندك احسن حاجه يجيب بلان ملكاد وادخلها عندي على الماكس، فانا فرضا هفترض مش عارف فيه البلان موجود مش موجود ماشي. بص انا هاجي هنا كده وهرسم هنا كاني رسمه على الكام ده دبل لاين كده، وهاجي هنا كده اروح جاي راسم ريكتانجل كده حاجة عم فادي انت معايا صح؟ زودت فادي انت روح تعمل كوبايه شاي صح؟ ماشي. لا انا لسه صاحي قبل الميتنج على طول، ف طب قوم اعمل كوبايه شاي وتعالى مستنيك. هو ده اللي بيحصل معايا اللابه والله. طيب خلاص همسك دي كده وهتروح انت جاي هنا عامل بوليان بقى والكلام بتاعنا جاي هنا كده ادي اس بي لاين. احنا لسه بس واقفين على اتاتش يا دكتور. دكتور نقدر نعمل المبنى كله بإيديت بولي؟ اه طبعا من غير اي امر تاني؟ اه ممكن طبعا طبعا، بس خد بالك انت مش كل المباني شبه بعضها، عشان كده انا مديكي هنا في الصور او الشطات بتاعتي حاجات كتير بحاجات مختلفة. بص انت دلوقتي جيت انت شايفني كده صح؟ اه طيب انا البلان ده انا جايبه من كام؟ ماشي وهعمل هنا فايل سيف عشان هبعت لكم ده بدل ما تقعدوا ترسموا نكسب وقت، خد بالك؟ تمام. وعايز اروح ارفعه وعايز اروح اعمل نعم نسخة ممكن نسخة اقل ممكن طبعا ممكن. طب انا عايز اروح ارفعه، ارفعه ازاي؟ اكسترود او ممكن تيجي تخش هنا كده من موديفاي وتيجي تقول له هنا هو اكسترود صح؟ او ممكن احسن من اكسترود تيجي تطلب ايديت بولي. هو انت لما بتيجي لما بتجيبوا ايديت بولي بتجيبوها ازاي؟ اوعى حد اه بس اوعى حد يدوس كليك يمين ايديت بولي او كونفيرت تو ايديتابل بولي، حد عارف ليه؟ لا وسهل كده؟ ارجع في اه عشان لو حبيت ارجع في كلام خلاص. فانا هاجي هنا اقول له ايديت بولي لو سمحت. طب معلش ايه اللي حصل يعني؟ انا اقدر اجي امسك من هنا البوليجن اهو وامسك الكتله دي كده وراح جاي عاملها هنا كده اكسترود سواء بدايه مانيوال او حتى بالارقام شايف؟ اه بس استنى هو انت عندك هنا شباك صح؟ اه يبقى انت عايز تقفل قيمه الكاميرا من فوق والطوب من تحت اللي هو البريدج ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو بريدج جدع. انا هعمل ايه؟ دايما انت دايما بتحذرنا من اول محاضره اوعى حد يزود سيجمنت وهكذا. طب انا هعمل ايه؟ خلي بالك وانت كده دوس على اف 4 عشان تشوف الواير فريم اللي هي بتاعت الايه الخطوط بتاعت الايه ماشي واحده واحده هاجي هنا اختار ايدج وهمشي بالراحه كمان مش عشان حد يكتب انا عايز عينك وودنك. هاجي هنا كنترول وهمسك ده كنترول وهاخد اخوه الناحيه دي الناحيه الثانيه وهاجي
في الاوربت هقلب كده وهختار كنترول واختار دول. يبقى انا اخترت ليه الاربع ايدجز اللي ايه قصاد بعض؟ ليه؟ مش فاهم. انا عايز ازود سيجمنتس. طب انت مسكت ليه بالطول؟ عشان انت لما تيجي تمسك بالطول هو بيعمل لك سيجمنتس في العرض. الامر نفسه اسمه كونكتر. هدوس على السيتنجز ده واجيب الايه السيتنجز دي على جنب واجي ازود عدد الايه سيجمنتس. حد شايف؟ طب انا مش فاهم وانا مريح هروح احط عدد كام يا حاج عمرو؟ هو انت عندك ارتفاع الدور كام؟ هنقول مثلا 3 متر عشان الكسور. ماشي. هو دلوقتي بقى ارتفاع الدور خلوه كام يا عمرو؟ ما عنديش فكره صراحه. مين معانا يعرف؟ 285 مثلا. كشكشو اكتر من كده ولا زي ما هو؟ تقالي كشكشو شويه. طيب كم؟ قول. المايك عندي تقريبا في مشكله. طب المهم 3 متر. طب انت هتحط هنا كام سيجمنتس؟ حاجه يا رانيا احط 10 سيجمنتس. ليه؟ عشان كل حته من دول يبقوا 30 سم. يعني اذا كانت الكاميرا 30 فانا هحط 10 سيجمنتس عشان ارفع الدور 3 متر. طب انت بعد ما انت حطيت سيجمنتس باليمين والشمال، اول افاده ان انا ما زودتش السيجمنتس اللي هنا. ثاني افاده ان انا اقدر اجي هنا يا مري امسك البوليجونز اللي هي دي، اجي الف الناحيه الثانيه اهي وامسك كنترول واخد البوليجون اللي هو ده، ثم اجي ادوس هنا على كلمه بريدج. شايف حاجه تاني؟ امسك البوليجون اللي هي دي كده واجي الناحيه الثانيه كده اهي، همسك المقابلين ليهم اندو عشان الماوس اتهزت مني اهي، واجي اقول له هنا بريدج. يبقى انا كده قفلت ايه مكان الشباك. لو انت جيتي دوست على اف 4 خلاص مفيش حاجه، اف 4 مش 4. حد شايف؟ ايوه. الامر تمام. الامر في منتهى الاهميه. تاني انا غيرت اللون بس عشان تبان. انا هاجي هنا كده ادي ايدج. انت عايزه سيجمنت طوليه ولا بالعرض؟ عايز طوليه. ماشي. يبقى انت هتعملي ايه؟ انا هاجي امسك هنا الادج ده اللي فوق واللي تحت. ليه؟ عشان اجي اقول له هنا كونكت واجي ازود له عدد سيجمنتس عشان اطلع الحيطه اليمين والشمال اللي هي تخانه الطوبه. ليه؟ عشان اجي هنا كده ادي بوليجون اهو يا عم، خلص على اف 4، وهاجي همسك ده وهاجي كنترول وامسك اخوه يا فادي، واجي هنا اكسترود وابتدي احط له المقاس. شايف؟ الله. ده زي ما انت معلش ثانيه يا دكتور، معلش انا اسف. لا لا براحتك. من اول فين؟ من اول يعني بعد البريدج. بعد البريدج. طيب احنا زودنا سيجمنتس بتهيالي او زودنا حاجه؟ انا عملت كونكت زودت سيجمنت. تعرف بتزود، تعرف بتزيد ازاي ولا عاديها لك؟ ممكن تاني؟ معلش ممكن بس عامل اندو بقى. انا هاجي هنا كده على الادج وهمسك الادجز اللي هي اللي فوق واللي تحت كنترول وامسكهم واجي هنا الكونكت وازود عدد سيجمنتس اهي. تمام. واجي بعد كده همسك البوليجون اللي هو ده وهاجي كنترول واخد اخوه الناحيه الثانيه، وهاجي بعد كده هاجي اقول له هنا اكسترود على السيتنجز بتاعتها واحط قيمه الاكسترود اللي هي بتاع ايه الاوضه مقاسها. ماشي. طب ثم طب انا ممكن اعمل اكسترود كمان بايديا ماني وبتاعي. شايف؟ وممكن تعمل اكسترود بايديك بالسيتنجز. طب ما دي احنا عملناها قبل كده من شويه. تمام. واقول له هنا علامه الصح. ممكن اطلع اعمل الدوم من فوق يا رانيا، يعني ممكن اجي اخد بيفل من هنا واطلع كده واديها البوز ده. حد معايا ولا فين؟ ايوه تمام. طب معلش هي ده سوليد، انت ضحكت علينا، ده سوليد عايز افرغه. هتيجي هنا كده للبوليجون اللي هو ده واجي هنا كده اقول له هنا انسيت واروح مدي لها هنا اوفست. ما انسيت اللي هي اللي كانت بتدي لها اوفست، واجي اعمل هنا اكسترود بس اكسترود مش لبره بقى، اعمله لجوه اهو. فرغت ولا ما اتفرغتش؟ واحد سامعني؟ مع حضرتك. فرغت النص. طيب يبقى كل اللعبه كلها انت هتمسك ايديت بولي وممكن تشكل بيه الكتله كلها. حتى عايز تعمل مثلا شامفر زي اللي انا عملته رانيا من شويه قوي، هاجي هنا ايدج واروح ماسك عندي الشكل او الايدج اللي انا عايز اخليها مشطوفه واجي اقول له هنا شامفر اهي. تمام. وعايز الفها يا رانيا. رانيا انت هنا صح؟ اهي. اه مع حضرتك. واجي اعمل لها هنا فالت قوي. يبقى انت من جوه ايديت بولي انا ممكن ابني المكان كله بالكامل. ايوه صح. اه والله. طب انا عايز افصل الحيطه دي، انا عايز ادي لها ماتيريال مختلف. هاجي هنا البوليجون واروح جاي ماسك دي كده يا عم يا فادي، واروح جاي قايل له ديتاتش لو سمحت افصل لي. فين ديتاتش؟ اهي.
فصل اه فصل. يبقى انا كده دي بقت عباره عن اوبجكت وده بقى عباره عن اوبجكت. هتشايف هو الاسود عشان انت قطعت الكتله. انا ممكن اجي هنا كده واجي اقول له هنا ادي بوليجن اهو، وهمسك ده كمكان اهو، واجي اقول له هنا ديتاتش، ادوس على سيتنجز بس اقول له خدها لي ايه ديتاتش تو ايه element. او انا عايزها نسخه لو يعني ممكن دي وممكن دي. طب معلش انا استفدت ايه؟ كانك انت هنا بترزق ولا حيطه، يعني انت خدت منها نسخه وسبت الاصل موجود عشان تستخدمها كاوبشن. طب انا ممكن افرغها؟ وممكن ممكن تعمل زي ما انت عايز. يعني بوليان عادي واشتغل اه عادي جدا مفيش اي مشكله خالص يعني. خد بالك؟ طب هفرغها ازاي؟ ادي الكتله بتاعتك اهي، هتيجي هنا كده انت عملتها لي اديت بولي، همسك الادجز اللي هي دي الاثنين، وهاجي اقول له لو سمحت روح اعملي هنا كونكت اهو، انا عايز اثنين على حسب درعين الشباك، وادي السبيس ما بينهم. هاجي وانا ماسكهم هقول له كونكت تاني، وادي السبيس بتاعت الشباك، وتعالى هنا كده يا عمرو امسك البوليجون اللي هو ده وقول له دري. خلاص فرغ الشباك اسهل. تمام. طب معلش استنى بقى دي واحده. طب هو انت عملت ده بس انت خلاص انت عملته بس ده عامل زي الورقه سيرف صح؟ خلاص مفيش مشكله، هتلاقي في عندك من موديفاي هتلاقي في عندك امر اسمه شيل. شيل ده بيديك دبل لاين او سيكنس للشيب ولا اي حاجه ولا توجع دماغك. وصلت؟ تمام دي يا جماعه وصلت؟ تمام وصل. طيب انا عايز ابعت لكم البلان ده. عندي سؤال. قول يا فندم. ليه اشتغل كده؟ ما انا ممكن اشتغل بال 2 دي والبلان على اوتوكاد عادي. لا انت مش واخد بالك، انت مش هتشتغل كده الا وقت الكتله ما تحدد لك او وقت الشيب اللي انت عايز تحدده يبقى محتاج كده. بص انت احنا زي ما انا قلت لك لسه كنت بكلم عمرو من شويه، احنا جوكر. انا معايا ديزاين والديزاين ده بيبقى وحي خيالك ما حدش فرضه عليك. دي اشكال مختلفه. معايا شكل زي كده. هبتدي وهله اولى كده هبتدي اقعد افكر يا نهار اسود ابتدي منين ده؟ وايه المشاكل اللي فوق دي؟ حاجات تنفع ايديت بولي وحاجات ما تنفعش. حاجات تنفع 3 دي من اللي احنا خدناها في الاول خالص اجيب كون وابتدي ان انا اشتغل فيها وحاجات ما تنفعش. حاجات ينفع اجيب تيوب واخلي عدد السايز بتاعته 8 واخليه سموث واعملها وهكذا. طب المشربيات دي عاملها ازاي؟ اه ده انا في عندي في الماتيريال وظيفه اسمها اوبيستي. يبقى انت خدت الباكج كلها وانت شغال جوكر وبتحركها زي المارينيت كده زي العصايه. انت فاهمني؟ لكن ما يبقاش انت عندك منهج واحد زي القطر يمين يمين شمال شمال، جات لك حاجه انت خلاص انت اتلخبطت وشكرا. فاهمني؟ يعني انت مثلا هقول لك يا فادي حاجه زي مثلا هجيب لك حاجه ارخم شويه. حاجه زي المسجد ده انتوا خدتوه اعتقد صح؟ لا لا ما خدناهوش. ما ده بتاع النهارده ده واجب النهارده. ايه؟ ما تقلقش يعني. حلو؟ ده فيه كميه مشاكل بنت لذين. هسالك سؤال يا فادي، العمود ده يتعمل ازاي؟ اف بي ماشي ده حل. طب ما ينفعش بتيبر؟ ايه؟ تيبر امر تيبر. ها؟ ممكن امسك البوليجن اللي فوق واعمله بيفل. وممكن تمسك بس ايه اللي يدخلك على بيفل؟ لما انت اصلا من اصل الموضوع انت كنت فين الا خرج؟ انا من ربع ساعة كده كنت موجود ولا سلمت ولا ده انا زعلان منك. ماشي خلينا بس حسبنا بس بعد ما بص انت اصل الموضوع وانت شغال خد بالك اهو هذا هو عبارة عن شكل كيوب. طب ثم اهم حاجة ازود سيجمنت. شكرا زودت له سيجمنت. اهم حاجة ان انا هاجي انت قلت لي من شوية امر تيبر وانا مش فاكره صح؟ اهو وراح جاي اعمل كيرف ده كده. بس هو متهيألي يا دكتور تيبر ما كانش محتاج سيجمنت صح؟ ولا محتاج؟ لا ده محتاج طبعا سيجمنت. اي موديفاير يعمل الكلام ده. بس انا بعملها مع حضرتك اهو ما اسودش وما حصلوش اي حاجة. واجي هنا كده اديت مش بتعمله بس ما بيعملش الكيرف ده. اه ماشي تمام. خلاص؟ وهاجي هنا كده راح جاي ماسك الفيرتكس اللي فوق اهي واجي اروح طالع بيها كده اهي واجي اروح جاي عاملها هنا ريسكي. الحق دي نفعت. حد معايا ولا فين؟ هو احنا عملنا سموث كده ازاي او سيركل كده ازاي؟ ده عملت تيبر بس زودت الكيرف. زودنا الكيرف ازاي؟ زودت الكيرف انا حضرتك لحد عملنا تيبر.
اهي تيبر اهي والكيرف اللي هو ده. اوكي تمام تمام خدت بالك؟ احنا خدناه يمكن في ثالث محاضره او ثاني محاضره اعتقد. ايوه انا فاكر تيبر بس انا مش فاكر الكيرف. هكمل بقى عند وحيد. فهي القصه وحيد انت جوكر، افكر مين يطلع ازاي، فاهمني؟ طب انا اسالك حاجه يا وحيد، انتوا في حد يا جماعه انا شايف ان مجموعه البنات مهبطه النهارده صح؟ حضرتك اعمل لكم مثلا، طب تاخدوا امتحان تفوقوا شويه، حاجه تفوقوا. لا ليه يا دكتور، ما احنا هنا اهو موجودين. والله حاسس مالي ان الدنيا مهبطه شويه، ممكن ادي لهم امتحان سريعا كده موجودين ياخد لهم 3 4 سنين. لا احنا فايقين تمام. حلو ده، يعني ممكن نص ساعه واستلم واحط عليه درجه 10 محاضرات. ايه ده ليه كده يا دكتور؟ ماشي. لا مش ماشي. طيب انا بكلم بجد، انا بكلم بجد ما بهددش. يبقى فين مجموعه البنات؟ لا انا لسه ما بداتش التودي. اصل حاسس ان مجموعه البنات ساكته على الاخر يعني. لا لا احنا موجودين والله. والله احنا موجودين. ده انتوا جيتوا كلكم اهو، ده الحبايب كلهم. ايه يا دكتور؟ الحبايب كلهم جم اهو، دينا جت وهبه لا دينا موجود اصلا. يا دكتور احنا على طول موجودين بس ما يعني عادي مركزين معاك. طيب بص، فاصل الفكره انا كنت مدبس الوقت فادي بقول له هي المشربيه دي، والسؤال ده للكل، المشربيه دي اعملها ازاي؟ احنا بنفكر بصوت عالي. ممكن نعمل مثلا مع العلم يا عمرو ان احنا ما خدناش مثالها، احنا خدنا وظيفتها لكن ما خدناش مثالها قبل كده. طب انا ممكن اقول لحضرتك حاجه ممكن نعملها؟ قول. ممكن نعمل بوكس ونحط السيجمنتس بتاعت الهايت واللينث حسب ما احنا عايزين، ونعمل لها. خلي بالك انت عندك ده اوبجكت وبيتكرر يمين وشمال رجاله. طب ماشي، وخد بالك برضك احنا اتفقنا قدر المستطاع ان انت تخلي السيجمنت بتاعتك قليله. ففي حد من زمايلنا دلوقتي بيقول لك هشتغل تو دي. تمام هبدا تو دي بس هبدا تو دي. لاتس يعني هرسم الاول لاين ولا هرسم ايه الاول؟ وانا استخدمت على التو دي اللاب عندي هامني كام جامد ليه؟ الموضوع محتاج لاتس ولا ايه ولا انا فاهمه غلط؟ مش عارف يعني انا هعمل ده كده ولاتس ازاي وستنس. طب حد يفكر معايا بصوت عالي. مروان اختفى ووحيد اختفى. وحيد ضرب القهوه ونام. انا مركز يا دكتور معاك. طب يلا حاج وحيد نعمل اللاين دي نديها ثيكنس. طيب اوت لاين صح وترم؟ لا. طب ايه؟ بعد كده يعني اوت لاين صح؟ كمل اوت لاين صح؟ اوت لاين وترمات وكده ولا مش هعمل ترمات؟ ممكن نعمل ايديت بولي زي ما حضرتك عملت في ماشي. وناخد اللاينز دي هي فيها سكيل كبير شويه فتعمل معانا التطليعه دي. ماشي يعني اروح اعمل لها ايديت بولي صح؟ واعمل لها اوت لاين صح؟ هعمل اوت لاين ليه؟ ما مش عارف، ما انا بسمع ممكن اعمل اكسكلود عشان اديها لسكنس. هعمل ليه اوت لاين؟ انا مش عايز انا مش عايز حاجه متفرغه. طب انت بتزعل ليه طيب؟ طيب بص بقى، انا ولا هعمل ده ولا هعمل ده. انت الحاجه الاساسيه الحاجه الاساسيه بتاعتك ان هي هتتكرر، واحنا اتفقنا ان انت عندك ايه، ما حدش يزود سيجمنتس الا وقت الاحتياج الشديد، وقت ما انت تكون محتاج تعدل في الكود. فانا معايا ادي الشيب اللي انا رسمته مانيوال وهو شيب واحد، وهاجي اعمل هنا بتقول ايه؟ وهعمل اتاتش مالتيبل اهي. هنعمل بعد ما نعمل كونكت ليهم كلهم هنميرور ولا ايه؟ لا ما هنعمل ميرور طبعا، بس انا بعد ما عملت اتاتش كده في حاجه كده خدناها في الاول خالص اسمها ريندرنج. انيبل ريندر انيبل فيو بورت، واجي اخليه هنا كده ريكتانجلر شايف؟ الله الله دي طلعت، وتعالى اعمل لها ميرور كمان يا سيدي مع كوبي. بس الاهم من كده وكده هي كلفتك قد ايه فيرتكس؟ زيرو. زيرو. وهو ده المهم، ان انت تحقق الغرض او الطلب بتاعك باقل تكلفه من عدد السيجمنتس اللي بقى لك. بس هي سوليد يا دكتور مش متفرغه زي كده. لا هي مفرغه اهي. متفرغه وفي منها ماتيريال وراها. اي لا مش ماتيريال، ده في حلايا من جوه، في مشربيه من جوه دي مش هنعملها. اوكي. دي اصلا متفرغه مش ايوه طبعا طبعا متفرغه طبعا. انا هجيب لك صوره، استنى اول واحده. انا جايب لكم شويه صور حلوه للكلام ده، ما انت هتشتغلوا ازاي؟ دكتور انا عايز اسال على حاجه. استنى بس اوريك بقيه الصور اهي.
فين اهي؟ لا ده انا مروقكم يعني اهي، دي القديمه اهي، هتشايف اهي. حد معايا؟ ده شغل بس ولا ده في الطبيعه بجد ولا لا؟ لا ده في في كده وفي كده خلاص. ده بس انت هتيجي تقول لي انت ضحكت علينا في حاجه، انت عملت الكيرف اللي بره ده عدل، انا عايز الكيرف ده، الفكره هتعمله ازاي؟ يلا نخلي البوينت، البوينت ما تبقاش كورنر، نخليها حلو. انت كلام انت كلامك صح، بس انت هينفع تطبقيها العمود اللي هو الكيرف اللي انا لسه عامله الفادي من شويه؟ يعني انت رحت عملتي العمود بتاعك اهو اللي هو كان عباره عن كيوب اللي هو ده، وهاجي ازوده هنا سيجمنت ماشي، وسواء بقى بالاف اف دي او حتى تيبر ما فيهاش، مش تبقى فيها مشكله ليحقق الغرض بتاعك، هو ده اللي انت بتستخدميه اهو. وهاجي كده هنا عندك يا عمرو، هروح اعمل ده كده. انت بقى هجيب الكيرف ده ازاي عشان تستخدمه كتو دي؟ اوعى حد يقول لي اروح اسنس عليه. ايه؟ اسنس عليه. ممكن الصوره تاني؟ التسنيس ده يا عمرو اللي هو الفوناسه او ان انت تشيف. ممكن اوكي. اقول طيب؟ قول. نعمل له هو، هات الاستريمكس نعمله ايديت بولي، ناخد السبي لاين ده كده ونعمل له كوبي، ناخده لوحده. حلو. طب انا اقول لك حاجه؟ معايا كده الجزء بتاعه. تمام. لو انت جيت هنا قلت له هنا ايديت مش، وجيت من جوه ايديت مش، مسكت مين؟ ايدج. سواء الايدج ده او مجموعه الايدجز كلها او الشيب كله، هتلاقي في عندك هنا اي امر اسمه ايه؟ create shape from edges. ده عمل ايه بقى؟ وخليه هنا لينير. ده راح خد الشكل كله وحوله لك 2D. يا راجل يعني انت لو حضرتك جيت خدت ده كده وخلاص بقى ايدج سبلاين، وجيت مسكت السيجمنت دي كده وديليت، مسكت السيجمنت دي كده وديليت، ودي كده وديليت، اتفضل عندك مين يا حاج؟ الكيرف ده انا عايزه. خدت بالك؟ وصلت؟ اسمه ايه بقى؟ عملنا ايديت مش، عمل اسمه ايديت مش. تمام. فهي ده برضه كل ده على رد فعل. انت ما انتش عندك طريقه واحده متبعه، انما انت بتفكر ستيب باي ستيب عشان تطلع حاجه وتحللها. طب تاخد زيتونه؟ تمام. لو انا حبيت اعمل الشكل ده هعمله ازاي؟ طب مجموعه البنات بقى تتكلم تقول لي. ايوه يا دكتور. قول يا فنان. مش عارف. واللي هيقول صح هخصم منه درجتين. هتخصم منه درجتين؟ يعني انت الوحيد اللي فايق، كل الناس مفايمه. ماشي. انا استغربت. ما انا قلت اشوف مين فايق بس. انا كنت بستوعبها بس الجمله. طيب. هعمله ازاي ده؟ شكله صعب، بس هنرسمه تايب تاني برضه 2D ولا ايه؟ مش عارف. اقوله زود امتحان؟ ممكن تقوله زود زيتون. ماشي، هو عشان خاطر اقوله زود زيتون. كان في امر اختراع احنا ليه؟ الكيرف احنا لسه رسمه ده، ده يعتبر سيكشن منه. ماشي، بس انت في امر اختراع كده احنا خدناه المره اللي فاتت. اللي هو ايوه لو اللي انت بس برضك ده الكلام ده انا بحلل لك ليه الكلام ده؟ انا عايزك اي كتله، ما انت في النهايه هترسم هتسكتش حاجه وانت هتفكر تحلها ازاي، فانا عايزك دايما تبقى متخيل، يبقى في حته تخيل في النهايه. انت هترسم مثلا ادي ريكتانجل زي الرم، مش احنا خدنا الرم المره اللي فاتت؟ رم بنص دايره؟ هاجي هنا كده شيفت واروح واخد منه نسخه ثانيه، وهاجي يا عمرو اخلي فيه واحد حجمه صغير والثاني كبير. طيب، ومحتاج ان انا اجي هيراركي افكت بيفوت يا عم عشان انقل البيفوت عندي تحت او فوق، مش هتفرق، بس المهم عشان الكيرف يبقى من ناحيه واحده زي ما احنا عملنا في الرام كده بالظبط. امسك ده واجي البيفوت تحت. ثم حاجه اروح جاي هنا راسم الارك بتاعي او اللاين الكيرف على حسب بقى ما انت عايز. ايه الخطوات؟ حد مالين؟ لوفت، هاجي هنا كومباوند، وهاجي اقول له هنا لوفت، واجي اقول له هنا ديستنس طبعا او بيرسنتج، مش تفرق ان انا مش معايا المقاس. احنا ما عندناش الديستنس قوي صح؟ جيت شيب وراح واخد من هنا كده يا عمرو عند 50%،
جيت شيب واروح اخد الكبير اهو وهاجي عند 100% اقول للصغير او هو كده مظبوط. طب مظبوط انت عايز ايه يعني على كده اهو؟ احنا مش عايزين كام بند. هاجي هنا كده جيت شيب عند 100% واجي اقول له خد لي جيت شيب خد الكبير. طب انت ليه عملت الصغير ده؟ عشان انت ممكن تيجي عند الشيبس اللي هي دي كده اهي وامسك الصغير اللي انت عملته ده اهو شايف، واجي هنا كده اتحرك بيه. ايوه يعني ايه الافاده في الحركه اللي انت بتعملها؟ انا ممكن لو عملنا لها ميرور تيجي واعمله هنا كمان ريسكيل. طبعا هتعمل هتيجي طبعا. اوكي. لما هتيجي تاخد ده كده بعد ما انت خلصت وتيجي تعمله هنا ميرور الكوبي بتاعه طبعا. كونكت بعض الموضوع انت. شكرا الموضوع خلص. حد معايا ولا فين؟ تمام. وصلت؟ طبعا بالسناب من فوق. فهي برضك كل واحده هي عباره عن الفكره. طب استنى المبنى دي او المأذنه دي تعمل ازاي؟ استنى طيب هي دي او دي او دي. اي واحده تفتكر تعمل ازاي؟ دي لوفت. ماشي، بس انا هسألك سؤال، هو ايه اللي خلى خيالك يروح للوفت؟ عشان مقسومه كذا حته. طب ما كذا حته. طب ما استنى حاج عمرو، انت عندك الكذا حته دولت عباره عن سيكشن واحد، فانت اولى ان انت تقول امر سويب. ممكن ما اشتغلش سويب، ممكن اشتغل ايه الستور دي. ولا سويب ولا لوفت. زي كلامك صح، ولا سويب ولا لوفت. ده انت ممكن تيجي هنا وكده وتجيب هنا ستار اهي فعلا. طبعا اهي واعمل ايديت ماشي يعني. لا ولا وتعمل ايديت ماشي، او تصغر سكيلها وتزود البوينتس وهكذا. يبقى بس تعمل اوت لاين عشان هتبقى مفرغه من جوه. اجي اقول له هنا اكس 2. شكرا. الله، ده الموضوع سلس اهو. خلاص، يبقى انت كده تحليلك لشكل الكتله الاول اهم من انت تصنع كتله. فاهمني؟ بلاش، هي دي مش زي الفيلا، هو ما هياش مرئي، هو عباره عن بلان وهرفعه. مش هيحصل، انا مديك البلان اهو خدت بالك، لكن ما فيش بلان يترفع. انت شايفه؟ فهمت. يعني ده مش بلان يترفع، يعني ما فيش حاجه تعملها اكسترود. ده انت هتحط على البلان على الارض وهترفع كتله كتله، او مجموعه كتل مجموعه كتل. يعني ده غير الفيلا. طب ده اسهل ولا الفيلا؟ ده اسهل ولا الفيلا؟ ده اسهل بكتير من الفيلا، لان انت يا دوبك هتعملي هوب. احنا هنعمل كل ايتم وهكرره يمين وشمال، وانت طالع كده ترسم واحده 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 وكده وتكرره يمين وشمال، الموضوع خلص. لكن الفيلا فيها عندك ايه؟ حاجات مختلفة كتير فيها تفاصيل. ايوه الواجهات مختلفة. انا بقى يهمني تخيلك وتحليلك للفكرة دي اهم من انت تشتغل. تمام. وصلت؟ وصلت. طب بص، عشان بس الدنيا ما تتوهش مننا، انا عايزكم برضك البلان اللي هو اللي احنا اشتغلناه ايديت بولي ده تعملوه. هو كنت انا عامله ايهات كتير اعتقد اللي هو ده، حبيت اقول لكم هو مش خص ان انتوا تعملوه، بس ايه؟ اسهل بدل ان نكسب وقت. يلا. انا بعتلك بتاعي. اللي هو ايديت بولي وبريدج وبيفل وهكذا وانسات. يلا اعملوه وابعتوه. هعمل ايه؟ اروح جاي مكبرها كده وهاجي هنا كده من موديفاي، واروح جاي قايل له هنا ايديت بولي اهي، واجي من جوه ايديت بولي ايدج، ادوس على اف 4 طبعا، همسك ده كنترول وامسك الكون حتى. ليه؟ عشان اجي هنا يا عمرو اروح جاي عامل هنا كونكت، ازود سيجمنتس واحد اهو، واجي اروح مديله سبيس ما بين الاثنين. ماشي. ليه يا عمرو؟ عشان هما ماسكين اعمل كونكت تاني عشان يديني اثنين بالعرض. اوكي. عشان تيجي هنا تاخد البوليجن وتلعب. العب ازاي؟ حضرتك هتيجي تمسك البوليجن ده وتيجي تقول والله انا عايز اروح اعمل مثلا اكسترود لجوه. عايز اروح اعمل حاجه اسمها انسات. انسات دي بتديك زي اوفست او اوت لاين. ممكن اجي اروح جاي عامل هنا مثلا بيفل. بيفل يعني اديله كده غارز او غائر يعني جوه، واديله زاويه. انت في السنه دي؟ هاجي بعد كده اروح جاي عامل هنا اي سيت تاني. ناس فاضيه، في حد يا جماعه ديكور هنا؟ اهي، واعمل بيفل واروح عاملها كده. ده الحشو. ده الحشو اللي انا بقول لك عليه. انا شايفها؟ بتبقى احيانا في ظرف في الابواب بتاعت الشقه ممكن يبقى في حشوات زي كده. ممكن طبعا انت ممكن تمسك اي واحده وتعمل الكلام ده فيها تاني كده. بس
ماشي تمام. بص اصل الفكره بتاعت الزيتونه او بتاعت الصوره اللي هي دي شيء مدور بس مفرغ، يعني هو ايه المغزى بتاعه؟ هقول اولا مش هي القصه ان انت هترسمي المبنى وبعد كده هتفرغيه بالشكل ده، او مثلا كرتون وول وفي ازاز من جوه وهكذا، انما انت عندك لو في اي شيء وليكن 2 دي. انت معايا يا عمرو؟ انت وحيد صح؟ مروان لو معايا اي شيء اي شيء 2 دي حبيت اروح العب في الكيرف اللي موجود او في السطح اللي موجود من فوق، انت بطبيعه الحال لما هتيجي تعمل هنا كده اكسترود شايف؟ خلاص هو هيطلع، هو مش هيقول لك لا. بس انا لو حبيت اروح ازود له سيجمنت، طب ما عادي، طب ما انت علمتنا ان انت تروح تزود لنا السيجمنت. يعني ايه؟ اقدر ازود الهايت سيجمنت، هتشايف؟ هتشايف الفرونت؟ تمام. اقدر كمان في السيركل نفسها في الانتربليشن ازود الادابتيف. اي ماشي، انت كلامك كل ده صح زي الفل. طب انا عايز ازود في السطح ده. حد معايا؟ هزود ازاي؟ يبقى المقصود ان انت هنا، او السؤال ان انت محتاجه تزودي سيجمنت يا هبه في اماكن ما فيهاش سيجمنت او ما لهاش اوبشن يزيد فيها السيجمنت. انت معايا يا هبه؟ رانيا؟ معايا. اعمل ايه بقى؟ قال لك بقى بدل ما هتروح تعملي السيجمنت، هو مش امر، لا هم 7 اوامر. بص بقى هنعملهم وبعد كده هنجربهم كلنا سوا. ايه هم ال7 اوامر دولت؟ ال7 اوامر دولت بيروحوا يزودوا لي السيجمنتس في اي شكل من ضمن الاشكال اللي ما ينفعش تزيد فيها سيجمنت. بيزودها لك بس بشكل عشوائي او بشكل غير منتظم. اولهم بس حذاري وانت تستخدمه عشان ممكن يهنج الجهاز ويعمل لك ستار. يعني لما تيجي تقلل بواحده واحده بالقانون يعني. اول امر عندك اللي هو امر اسمه ايه؟ كواليفاي مش. تمام، كواليفاي مش، دوست عليه وان كليك. اول ما دوست ايه اللي حصل عندك يا عمرو هنا؟ ده سيجمنت تهرب الدنيا خالص. حلو، وبعد كده انت عندك هنا الكواد سايز، انا ممكن اقللها بس خد بالك اوعى حد يدوس كتير في دي، يعني انت دوس بالقانون خلي بالك. حلو، طب معلش انا استفدت ايه كده؟ اولا استفدت ان انت تقدر ان انت تروح تجيب اي موديفاير وليكن مثلا اف اف دي مثلا سلندر، خلاص ده مش اجبارا عليا اجيب الاف اف دي، ده انا بقول لك اي موديفاير يعمل لك تعديل. وامسك مثلا النقط اللي فوق دي كده يا عم يا وحيد واروح اعمل دي كده هزودها شويه، يعني هسيب دي كده هرجع هنا للكواد سايز واجي ازودها بس بردك شويه كده اهي، وارجع هنا للكنترول بوينتس امسك مثلا مجموعه البوينتس اللي فوق هتشايف دي كده واطلع بيها كده اندو عشان هو ابتدى يهبل اهي واطلع كده هتشايف. حد معايا ولا فين؟ تمام. انا الكلام ده ما كانش ينفع اعمله قبل كده، طب معلش شيل لي الاف اف دي. ينفع ان انت تروح بالكواد سايز ده وهو مثلا حجمه كذا اللي هو 4 اللي هو كمكان، واجي اقول له استخدم لي دي كامر لاتس. الله، ده انا استخدمت الشبكه بتاعتها اهي كمان، واقدر كمان اغير في الايه؟ في الوايرز بتاعتها شكلا ومضمونا وزي ما انت عايز. هتشايف؟ يبقى انت كده عندك كواديفاي مش واخواته السته الباقيين عباره عن مجموعه اوامر مساعده بتزود لك السيجمنتس في اماكن ما ينفعش تزيد فيها السيجمنتس. ده الاولاني. طب الثاني هتلاقي في عندك امر اسمه سب ديفايد. طب ده بيعمل ايه؟ برضك زود السيجمنتس والسايز ممكن اقلله فيديني شكل ثاني مختلف. طيب هتشايف؟ طب برضك طب ده بيعمل ايه؟ هو ما بيعملش حاجه من نفسه، ده هو عباره عن امر مساعد عشان انت تشتغل. هتلاقي ثالث واحد امر اسمه تسليت. وبرضك ازود الاتريشنز بتاعته اهي، وبرضك واحده واحده خلي بالكم وانتوا بتجربوا. هو بيضيف بس باشكال مختلفه صح؟ يعني كل امر من دول هتلاقي في عندك امر اسمه مثلا تربو سموس مثلا اهو، واقلل او ازود الاتريشنز بتاعتي اهي. طب هو انا استغله ازاي؟ يعني مثلا من ضمن الحاجات مثلا انا ممكن ادوس هنا على اف 4 كده سوري رقم 7 عشان السيجمنتس، وادوس على اف 4 عشان اجيب الوايرز. طب بعد كده اروح انا جاي ماسك الكتله بتاعتي اهي، واجي مثلا ايديت بولي، واجي امسك مثلا يا عمرو هنا اهو كده جوه ايديت بولي، اروح جاي ماسك البوليجونز اللي هي دي شايف،
وممكن اعمل اكسترود او بيفل او الاخ لحد ما احنا يجي ناخدنا بس كانسل اندو اجين ادي اكسترود واعمل كده بس. فرضا ان انت بتعمل مثلا مبنى جوه قريه وانت عايز تعمل مجموعه مباني وقتيا وما عندكش وقت، انت ممكن تيجي هنا كده كانهم عباره عن مجموعه كتل وانت تحط البلان او الفيلا بتاعتك في مكان ما مثلا. تمام خلاص، بس انت مش مجبر انت تشتغل بايديت بولي، ده عباره عن امر من ضمن اوامر انت ممكن تستغلها. طيب ده تربو سموث، في عندك مش سموث، بس مش سموث ده مش هيشتغل اذا انت رحت اديت اكسترود للكتله، يعني بيشتغل على اشكال 3 دي. هاجي هنا كده واجي اقول له هنا مش سموث، فين هي اهو، خدت بالك؟ لازم ده تكون انت عامل اكسترود للكتله بتاعته عشان يقدر يديك الشكل اهو. هتشايف؟ طيب كده كم امر؟ 1 2 3 4 5. هتلاقي في واحد اسمه جارمنت ميكر اللي انت قلته عليه من شويه، بس ده ما بيطبقش اللي على التو دي فقط، اسمه جارمنت ميكر. جارمنت ميكر بدي شكل خليه النحل اللي هي دي، وادي هنا الدينس بتاعتها اصغرها او اكبرها، ممكن اعملها لاتس، ممكن العب فيها زي ما انت عايز. اخر واحد بقى الامر ده ما بيزودش سيجمنت لكن بيخلي الشكل بتاعي سموث بناء على السيجمنت بتاعتي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا عندي هنا اهو دي كتله، ده عباره عن سفير، السفير ده شلت السموث بتاعه وجيت معايا سفير تاني بردك وشايل السموث بتاعه، وفرضا ان انت طرحت ده من ده، يعني هاجي اعمل كده واجي اقول له هنا ادي كومباوند، واجي هنا برو بوليان، واجي اقول له هنا ستارت، واروح جاي هنا واخد دي، وفجاه يا عمرو انت لقيت ان انت عندك يا وحيد عايز تروح تخلي ده سموث، هتعمل ايه؟ لقوه؟ هتروح انت جاي بقى من هنا من موديفاي وتطلب امر اسمه سموث فقط. طب ده بيعمل ايه؟ ده بيروح يزود لي النعومه بتاعت الشكل بناء على اصل السيجمنتس اللي موجود، لكن ما بيزودش سيجمنت لو حد بص في التوب او الليفت او الرايت. ينفع ازود سيجمنتس قبل ما اعمل الامر ده في ممكن؟ طبعا. لا طبعا. يبقى انت كده مجمل الاوامر عندك كام؟ هم 7. 7 كده. اه الستة دول اهم. هو ممكن اسال سؤال؟ قول. الاوامر بدات يعني اوامر موديفايرز دي كتيرة قوي، هل في زي ملزمه او بي دي اف مكتوب فيه الحاجات دي كتابه؟ والله بص انا ممكن اديك زي ما انت عايز، بس هي الفكره كلها اللي انت مش هتبص فيها. ابعت لك المانيوال، اصل انا مش هنبص قوي انا عارف، بس بتجيب الممارسه بس حاجات كده الواحد بينسى. بص انا اصلا شغال، بص انا شغال اصلا من الهيلب بتاع كل فيرجن بتاعه 3 دي ماكس بتاعه اوتو ديسك نفسها، لان انا سيرتيفايد انستراكتور اصلا من الشركه، فهم بيبعتوا لي اللي هي المانيوال. فالفكره كلها اصل المانيوال هو ده اصح حاجه. ممكن اجيب لك مجموعه الاوامر دي كده واشوفها لك وابعتها لك. يا ريت تفضل، بس تبقى موجوده كده، بس ده بامتحان زياده خلي بالك، مش مشكله انت اللي انت عايزه. خلاص براحتك. بص احنا عندنا كده معلش، هو اللي هي اخر واحد اللي استخدمناه ده سموث، احنا مش كان ممكن سموث اصلا من غير اي حاجه ندوس على الاوبشن بتاع سموث؟ اه طبعا، بس الكلام ده لو متاح، بس انت عملت برو فوليوم، يعني انت يعني انت جمعت وطرحت الامر، الموضوع انتهى. اه تمام، خدت بالك؟ بص تيجي بقى اللي هو الايه، الرسمه اللي انا كنت مديها لك هعملها ازاي. انا بس بعمل برنت سكرين لمجموعه الاشكال وابعتها لكم اهي، خلاص بالسبع اوامر. تيجي بقى للرسمه دي هعملها ازاي مع بعضنا كده بصوت عالي، مجموعه البنات الساكت شيب 2 دي زي ما انت عملت لنا حتى الواجهه بتاعت الفيلا النهارده، واجي هنا ادي سيرفز مثلا، اي شكل فتحات تيجي على بالك تعمليه، ثم امسك اصل الكتله واجي هنا كده من موديفاي، وهاجي اعملها هنا كده اكسترود ماشي. طب بعد لسه ما عملناش اتاتش، هلغي ده، ما عملناش اتاتش، موديفاي واجي اقول له هنا اديت سبلاين، واروح جاي اعمل هنا اتاتش، واجي اروح جاي واخد الكتله اوكي، اجي اعملها هنا كده اكسترود وافرغ دي كده اهي، اعمل اكسترود. ده ما ينفعش يتلف، ليه؟ ان هو الواجهه بتاعته ما فيهاش سيجمنت، فتروح انت جاي قايله هنا كواديفاي وقلل دي بس بالراحه خلي بالك اهي، ثم اجي اقول له هنا روح اعمل لي بند،
ده الكلام ده لاي اشكال انت عايز تعمله. والبند دي له طول هنا 360 درجه. هو لازم كواليفاي قبل الاكسترود بعد الاكسترود اصلا؟ بعد الاكسترود وتيجي هنا اهو. اقصد لازم لو عملته قبل. ماشي اعمليه قبل مش هتبقى فيها مشكله يعني. المهم ان السيجمنتس الواجهه دي يكون فيها. بس انت لو قبل هتفرغي ده ازاي؟ انت عايز تعملي بقى عند ايدج سبلاين ماشي. طب والتكنس ده هتعمليه ازاي؟ وصلت؟ حد يعرف يعملها؟ يلا اعملوها وبعد. بص انت عندك اصل اي كتله انت اشتغلت بالصلصال قبل كده؟ ايه اختفيت ليه كده؟ انا موجوده. طيب لو انا معايا مثلا فرضا حته الصلصال ودخلت مثلا انا عائد البولي وابتديت ان انا اروح اشكل في الكتله بتاعتي كانك انت نفس هيئه الصلصال بالظبط والتخيل بتاعك اللي انت بتعمليه في عدد البوينتس اللي موجود زي كده مثلا. ايوه ماشي. مال ده ومال شغل اورجانيك. هقول اهم حاجه ان انت لازم تحتفظي بالمنظر الرباعي. لازم يكون في عندك اربع اضلاع. ليه؟ عشان تقدر ان انت تيجي هنا كده على الايدجز ده مثلا ثم اجي ادوس هنا على كوناك اخد ده واروح جاي قايله هنا كوناك عشان ازود مجموعه سيجمنت. لو انت عايزه تروح تزودي شباك مثلا في النص اجي هنا اقول له انا عايز اثنين من سيجمنت ثم وانت عامله سيلكت هدوس على اثنين كمان. ايوه مش فاهمه حاجه بقى من اللي انت بتعملها لنا دي. هو ايه اللي انت عملته ده؟ هقول لك السيجمنتس اللي انت جيتي عملتيها دي كده بعد ما انت خلصتي اقدر اجي بالبوليجون وامسك الشكل الرباعي اللي انت دايما لازم تكوني محتفظه بيه. يكون عندك اربع اضلاع بتتحركي بيهم واجي كده مثلا عايز ده يبقى شباك هروح جايه هنا عامل انسات نفس الاوامر اللي احنا خدناها وهاجي هنا كده اكسترود وانزل بيها لتحت احفر. ممكن اجي للبوينت برضك نفس القصه من هنا حاجه هنا ايدجز يا عم غادي امسك ده كده كنترول وراح واخد اخوه الناحيه الثانيه واجي اقول له هنا ادي كونكت اوكي كونكت تاني عشان اعمل بردك اربع اضلاع عشان اجي مثلا هنا بالبوليجون. وهتفضل ماشي على نفس المنوال ده كده لحد ما تطلع الشكل اللي انت عايزه. هتصل صاله وتتخيل تطلعها ثم هاجي هنا كده انسات اهي ثم اكسترود وانزل تحت وهكذا. ايوه لا معلش انا مش فاهم هو ايه اللي ايه العك اللي انت عملته ده؟ احنا خدنا كام امر من شويه؟ حالا سبعة. خدنا سبعة دفعه واحده. لو انت جيت في الدفعه الواحده دي وجبت من ضمنهم تربو سموث اللي هو ده كده هيعمل لك الشغل ده كده. هتشوف حاجه؟ امشي بقى بنفس المنوال ده كده تشوف الاول لا ده مش هو ده نفس الكتله اللي انا عايزها. حط في تربو سموث مش هخفيه وابتدي ان انا اروح اتحرك بعدد الفرتيز اللي موجوده عندي وتغير فيه وتشغل تربو سموث وتشوف هل هو ده الشكل او الشيب اللي انت عايزه ولا لا وارجع تاني وهتفضل هكذا لحد ما تطلع الشيب بتاعك. يعني اصلا مجمل الموضوع هي عندك حاجه من اثنين ايديت فولي في ان انت تروح تشكل الكتله بتاعتك ثم من ضمن الاوامر السبع امر تربو سموث عشان يخليك شغل بتاعك سموث. حد معايا ولا فين؟ بص افرض ان انت عندك الزخارف دي هي عباره عن صور والصوره دي انت لقيتها على الانترنت وعايز تبتدي انت تروح تدخلها عندك على الكاد وترسمها. هو انت عندك وقت قد ايه يا عمرو عشان ترسمها؟ لا ما عنديش ده هو يا دوبك خمس دقايق والعميل جاي وانا عايز احط له الزخارف دي. عمرو انت هنا صح؟ نعم حضرتك. ادي الصوره دي الصوره اللي انا لقيتها على الانترنت وعمرو عايز يستخدم جزء منها. فايه هو الحل؟ زي ما قالت رانيا كده ممكن الفوتوشوب بس الفوتوشوب خطواته طويله شويه وفي برنامج تاني اسمه الاستريتور. انت مش مهم تتعلمه بقدر ما انت مهم ان انت تعرف الوظيفه دي بس. ايه الوظيفه دي؟ الوظيفه دي حاجه اسمها ايمج تريس. التريسنج ده بيمشي ورا اي صوره ابيض واسود انت تديها له ويحولها لك لفيكتور لاين. يدخل على الكاد، يدخل على الماكس، يدخل زي ما يدخل ويتعامل معامله الكتله تماما، مفيش اي مشكله خالص. يعني ايه الكلام ده؟ ده البرنامج اسمه الاستريتور. ممكن يكون عند بعض منكم. انا يا دوبك هفتح ملف جديد. فايل نيو. على ما هو وضعه عليه من غير ما اعرف هو فيها ايه كده. خلاص؟ ثم هتجيب الصوره اللي انت جبتها من الانترنت دي وهتروح انت جاي حطيتها جوه. تمام يا رامي؟ طب ثم مش هعمل اكتر من ان انا ابص بعينيا فوق هتلاقي عندك هنا امر اسمه ايه؟ Image Trace.
هدوس عليه مره واحده يا عم. ايه كده خلاص؟ لا مكان image trace طلع ايه؟ expand. هدوس عليه مره خلاص. يبقى كده حاجتين هدوس عليهم image trace ثم expand. ايه النتيجه اللي حصلت؟ ان هو حول لك الصوره لفيكتور لاين. يا سلام، يعني دي كده بقت فيكتور لاين. اه طبعا لو انت عملت من هنا انجروب وفكيتهم، نفسك تاخد اي واحده يا عم؟ اه اخد الحته دي بس عشان هشتغل بيها. وامسك ده كده وديليت مش عايزه مثلا. طب ما انا عايز اشتغل بيها في الماكس او في الكات، او هتعمل هنا فايل اكسبورت از، واجي اخد من هنا مين؟ اوتوكاد. تمام شكرا خلاص. ومن اوتوكاد بقاني فيرجن وبقاني سكيل. الله 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 اوكي طلعتها. اه طلعت اهي. الله يعني دي ممكن ادخلها على الماكس. اه براحتك، همسك دي كده اهي واجيب هنا ميرج امبورت. اه طبعا اهي. مش دي اللي كانت صوره من شويه يا عم؟ حلو. طب هو انا ينفع احولها 3 دي؟ اه طبعا، كليك يمين كونفرت تو، حولها لي بولي قوي، واجي هنا من جوه امسك البولي زي ما احنا كنا بنشتغل من شويه. بوليجون واكسترود. همسك ادي بوليجون اهو، واروح جاي عامل هنا كده اكسترود اهي، واروح جاي رافع الكتر فعلا بمنتهى السهوله. اه بس انت عندك مصيبه حصلت. ايه هي المصيبه دي؟ لو انت جيت بصيت عندك على الفيرتكس بتاعتك، بص قد ايه يا عم. طب ممكن حاجه 7 ممكن 7 1200 ده حته الرسمه دي. فايه المقصود؟ ان كان متوفر بالنسبه لك ان انت الكتله دي ترسمها فخير وبركه، فاهمني؟ ما عندكش وقت ومضطر ان انت تشتغل عليها خلاص، يعني انت فاهمني؟ يعني انت ان كان في وقت للرسم، بص انا هوريك حاجه، يعني مثلا ادي الرسمه بتاعتك اهي. طب انا مش ممكن برو اوبتمايزر اقلل الفيتكس؟ بس هتقلله، ما انت هتقلل الكواليتي بتاعتها والكيرف بتاعها. طب ما انا ممكن يا دكتور ادخلها على اوتوكاد واعمل لها امر جوين، هتقلل اعتقد الفيرتكس. جوين جوين ده جوين ده بيلحم النقط. ما لما يلحم النقط بيقللهم، ما بيخليش في نقط. بس بس مش مش بس مش هتبقى سموث يا فنان. بص انت عندك هنا كده حتى يمكن بالسناب اهي 2.5، هتيجي هنا تلقط نقطه، وادي اختها اهي، وادي الثالثه اهي، وادي الرابعه اهي، وادي الخامسه كلوز. اه طبعا شوف اهي، هقفل هنا السناب واروح جاي واخد دي كده اهي خلاص. طب هتعمل ايه يعني؟ هتروح انت جاي هنا، احنا خدنا كام نوع انواع نقط؟ 4. ممكن تيجي تمسك النقطه دي كده كليك يمين ليزر كورنر. هي مجموعه البيانات معايا ولا نامت؟ مع حضرتك. طيب بس ما انساش اروح جاي هنا قايله هنا ادابتيف لو سمحت عشان يبقى ناعم، وهاجي للبوينت دي كده اهي كليك يمين ليزر كورنر، وامسك الدراع ده اهو شايف يا عم، وامسك الدراع ده كده اهو. انت بتسنس عليها زي ما انا كنت لسه بقول لك من شويه، كانها لوحه ايه؟ لوحه كات. هتشايف اهي، واروح ماسك دي كده برضك، واروح جاي هنا كده ليزر كورنر، واقعد اشفها لحد الاخر. في النهايه دي هتطلع لك كام نقطه يا عم؟ كبرها كام نقطه ولا اي حاجه؟ الاربع نقط دول. اربع نقط شكرا، يعني الموضوع هيبقى ابسط كتير. فالمقصود ان كان الموضوع متاح بالنسبه لك ان انت ترسمها فاهلا وسهلا، مش متاح خلاص يبقى انت كده مجبر على عدد البرسيس بتاعك. واحنا كده يعتبر شفناها صح؟ اه اهي. بص بص الفرق ما بين دي ودي، بل يمكن دي كمان انضف لما تيجي تعملها هنا كده اكسترود اهي، طلعت وخفيفه كمان في الحركه. بص لو انا شلت دي كده ودي، دي كام فيرتكس؟ 290 من 1200 وشويه، فانت كذاب. فالمقصود ده بيحل موقف. بيحله ازاي؟ بيحول لك اي صوره فيرتكس، اي صوره. خلي بالك يعني عارف انت لو حطيت صورتك الشخصيه هيحولها لك برضك فيرتكس. يعني انت لو انت تيجي تبص على الفيسبوك بتلاقي ان في صور مرسومه سكتشات مثلا، زي اللي انا كنت بدلهم في الكورس بتاع امبارح مثلا. يعني مثلا لوري وهاردي مثلا، الصوره دي شايفها؟ انا ممكن احولها بمنتهى السهوله عباره عن فيكتور لاين. يعني اجي ادوس على الايمج تريس، طبعا انا ممكن اختار ان هو يحولها لي بكام لون. يعني انا ممكن اخلي السنسور بتاعي يحس 6 الوان مثلا، هيقعد يحولها، وبعد ما يحولها ادوس على اكسباند، خلاص هي بقت فيكتور لاين. ممكن اخد اي حته كده واتعامل بيها، شايفها؟ فانت المقصود ان انت عندك الامر ده بيحول لك اي صوره عباره عن صوره راستر ايمج الى فيكتور لاين. اقدر بقى ادخلها على الكاد، ادخلها على الكورل، ادخلها على 3 دي ماكس،
حل موقف ما عاد البرسيس كتير خلاص انا ما فيش مشكلة خالص هروح انا ارسمها عندي على الكاد او ده ارسمها عندي على الكاد. وصلت؟ بص احنا كنا بنتكلم على دي ونسينا نسجل فايه هنسجل وقتي بسألهم على اللي هي شكل الكبسولة اللي هي اللي موجود. فلما بنتناقش فيها هو عبارة عن تجويف يعني انت عندك حيطة اهي وانت عندك ادي كبسولة طبعا بالارتفاع اللي انت عايزه اهو واجي هنا كده في موديفاي وهمسك دي كده وهاجي هنا ادي كومباوند واجي هنا اقول له هنا بروبولين واجي هنا بيك واروح واخد دي كده خلاص انا التفريغه جت لي. بس خدي بالك اهم حاجه السيجمنت اللي انت السيجمنت اللي انت بتطرحي بيها دي مهمه يعني انت تمسك الكتله وتيجي تزود لها هنا سايد دي مهمه قبل ما تطرحي الكتله بتاعتك دي حاجه هنا كده يا عمرو اقول له هنا بروبولين واجي اقول له هنا بيك واروح واخد دي كده خلاص شكرا نتيجه 3 حد معايا؟ طيب السكشن بقى هتعمله ازاي؟ الكيرف نفسه هتعمله ازاي؟ يعني انت عندك هنا ادي ريكتانجل مثلا اهو وهاجي هنا ادي سيركل اهي وهاجي هنا بال2 دي وهاجي اخد فيرتكس وميد بوينت واقف هنا كده وامشي كده ثم هاجي هنا كده موديفاي وهاجي اقول له هنا اديت سبلاين ثم هاجي اعمل هنا اتاتش واروح جاي واخد الشغل ده كده اهو كانك انت مثلا بتشتغلي مثلا ايه شباك مثلا اهو ثم هاجي اخد الضلع اللي تحت ودي ما انساش امسك النقط دي كده واروح جاي اعملها هنا ولد خلاص ده الباس اللي همشي عليه السكشن. فين السكشن؟ سكشن اهو هو عباره عن سكشن 2 دي في العرض ماله ده؟ انا هاجي هنا كده في موديفاي وحاجه اقول له هنا ايديت سبلاين واروح جاي واخد هنا فيرتكس واجي اقول له هنا ريفاين واجي اطفي السناب وتبتدي تعمل السنام بتاعتك على حسب راحتك وتخيلك. دي هي شكل السكشن. نقطة طالعة، نقطة بارزة، في غائر زي ما تحب. كده بس. أيوة طب الكلام ده هيركب ازاي؟ عادي بقى ما احنا خدناه. همسك الشكل، هاجي موديفاي. لا لوفت لا، سويب. لوفت عشان اركب أكتر من سكشن. لكن دي هي عبارة عن سكشن واحد. فهاجي أقول له هنا يوز بيك وأروح واخد السكشن. وحذاري إن أنت تنسى إن أنت تروح تلغي السكشن. الشكل ده لازم يبقى نظيف فانت هتروح تقول له هنا لو سمحت روح اعمله لي هنا ادب. عايز تعدل في السكشن، السكشن دي كلها اخفيها لكن اوعى تلغيها. لان انت اي تعديله فيها بتتعدل في اصل السكشن اهو. حد شايف؟ تمام. لكن لو حاجه طارت من دولت عيد بقى وعيش الحياه تاني. انا بحب دايما ابقى عامل حساب الظروف او المشاكل اللي هي ممكن تطلع لي في النص وانا مش قاصدها. اللي هي ممكن توفر لي مثلا وقت. وصلت؟ تمام. طيب انا كده مش